ايوه يا نيفين انا هنا يا حبيبتي. ايوه يا بنتي، ايه الدوشه اللي انت عاملاها دي؟ مبروك مبروك قوي، مبروك جدا، مبروك خالص. طب حيلك حيلك، انا مش حلك، اعرف الاول اقول مبروك على ايه؟ حذر فزر. طالما فيها حذر فزر يبقى عرفتي انت فرحانه ليه. ايوه طبعا، المحامي الكبير الهامي عبد الله ما يخفاش عنه حاجه ابدا، انما دي بقى فاتت عليك يا سيباو. لا يا نيفين يا بنتي، انت عارفه يا حبيبتي ان مفيش حاجه بتفوت عليا ابدا. لا ده في القضايا بس يا متر، انما بقى في البيت الوضع مختلف. شوف يا ولد. نعم. صحيح انت عمرك ما خسرت اي قضيه في حياتك المهنيه، انما بنتك بقى مرسمين لك كل ذكائك وطبع كل قضاياك وعارفه كل افكارك. انت عارفه يا نيفين يا بنتي انا ليه دايما بكسب القضايا بتاعتي؟ علشان بدافع عن المصدومين وبس. طيب يا حبيبتي، علشان تعرفي ان انا لسه ما عجزتش ولسه عاقل فيا وفاكر كل حاجه، اتفضلي يا ستي هديتك اهي. ده يا بابا انت عارف؟ طبعا انا عارف من ثلاث ايام انك نجحتي بامتياز مع مرتبه الشرف. يا ابني ليه يا بابا؟ بنت. سوري يا بنت، مفيش حاجه بتفوتك ابدا؟ ايه يا ترى بقى هديتي؟ ايه ده يا بابا؟ كتاب؟ ايوه كتاب. تاني؟ تاني وتالت ورابع والاخر العمر كمان. لا بس انت وعدتني بعربية صغيرة. ايوه حبيبتي. يو يا بابا انا تعبت في الجامعة لحد ما بقيت محامية، ويوم اتخرج تجيب لي كتاب وانا ناقصة مذاكرة. انت ناقصة عقل يفكر، افتح الكتاب وشوف فيه ايه. مفتاح العربية؟ يا احلى اب في الدنيا يا حبيبي يا بابا. حيلك حيلك انا مش حملك، روحي شوف العربية بتاعتك من الاول وبعدين تعالي قولي لي رأيك. اوكي بابا. ايوه. قبل ما اروح واشوف العربية عايزاك تحقق لي امنيتي. خير يا حبيبتي. فاكر يوم ما دخلت الكلية؟ اه. وكنت بطلع على كل ملفات قضاياهم ووصلت لحد الملف، الملف ياه، القضية الوحيدة اللي انت القضية الوحيدة اللي انا خسرتها رغم انها قضية حق. معلش يا بابا، احيانا الحق بيضيع. عمر الحق ما بيضيع. لكن انت خسرت القضية. انا مش عارف اقول لك ايه يا نيفين يا بنتي. اسمع، زمان وانت لسه صغيره وطالعه للدنيا جديد ومتحمسه للمحاماه، كنت دايما بحاول ازرع فيك حب الحق والخير والجمال. النهارده مع بدايه حياتك العمليه لازم تتعلمي درس جديد اسمه النضال والثبات على الحق، حتى لو هتخسري، حتى لو عارفه ومتاكده انك هتخسري، حتى لو عارفه اني اخسر القضيه. ايوه. لكن مفيش لكن، الثبات على المبدا اجمل واعظم من مجرد مكسب قضيه او خسارتها. أنا مش بقول كلام إنشاء، بقول الكلام ده عشان أبرر خسارتي بالقضية الوحيدة اللي أنا خسرتها في حياتي، لكن بقولك الكلام ده لأني لسه منتظر الحكم في القضية دي. لا اتحكم فيها من 25 سنة، بس ده حكم البشر، حكم المحكمة. الحكم الإلهي العادل. هات الملف يا بنتي وأنا أحكي لك الحكاية. حكاية الأرض. يا ذكريات، ملف الذكريات. سنين طويلة عدت زي البخار ما بيظهر ويضمحل، زي ما الزهر بيطلع ويفتح ويدبل. البداية كانت في سرايا كبيرة قوي، والسرايا لسه موجودة لحد النهاردة، سراية إيهاب بيه. وسهلا يا فندم، بس ايهاب بيه مشغول خالص دلوقتي يا فندم، بياخد حمام. لا يا فندم مش في الباث روم، في سويمنج بول. صدقني هقول له ما تجننيش خلاص. اول رايت، باي باي. انت فين يا سوسو؟ هلو هلو مدام ايزابيلا، هلو. جود مورنينج جود مورنينج يا حياه.
ام فاين. قريتي جرايد النهارده؟ كل الجرايد اتقرت. قولي لي ايه الاخبار؟ everything is alright. ايوه البورصه نار نار يا مدام، كله بيزيد بيزيد يا مدام. ويا ترى الابراج الجديده الاخبار عنها نزلت في جرايد النهارده؟ نزل النهارده في الاهرام والاخبار بالالوان. شكله يا مدام يجنن. والاستاذ مسعود اتصل وحجزت له شقه في برج الزمالك، وكان بيسالني على برج القاهره، قلت له مشغول جدا. اصل ايهاب بي جايز ما يدخلش المشروع ده خالص. اي حد يتصل بيكي بالتليفون قولي يتصل الاسبوع الجاي. اوكي صدقي يا مدام، هو ده فعلا اللي قلته له. نبيها نبيها خالص. انت على فكره مستقبلك عندي هيبقى عظيم. ايه ممكن من فضلك تعملي لي فنجان قهوه مظبوط؟ اوكي مدام ميرسي. ايه التكنولوجيا الجامدة دي؟ الو؟ ايوه يا زعيم، منور يا زعيم، تحت امرك. الميعاد بتاع النهارده؟ طبعا ايهاب بيه النهارده هيمضي معاك، كل حاجة هتبقى تمام وتحت امرك. في انتظارك يا زعيم. باي باي. القهوة يا قمر. هاتيها. ميرسي. على فكره يا مدام، ايه المتر ميمون منتظر حضرتك من الصبح بدري. المتر ميمون اللي جابه السعادي؟ خليه يدخل. اوكي مدام. غريبه قوي اللي جابه السعادي على الصبح بدري. اتفضل يا مان. ميمون على الريق. ايوه زوزو على الريق. زوزو اعملي لي القهوه الزنبوطه بتاعتك اهو. ايوه قهوه ساده سكر زياده. الله اللخبوطه جايه. لو سمحت والله العظيم مش عايز اي حد يتعبني لان انا تعبانه فين جدا. صباح الخير. جود مورنينج. جود كده. يعني ايه جود كده يعني؟ هي لازم تبقى لا اما كده يعني. ده انا وقعت وقعه مش كده. صباح الخير. بس انا فرحانه قوي. ايه اللي جابك الصبح بدري على الريق؟ مشكلة. اكيد في اخبار مهمه. ايوه يا ست، كل مشكله خطيره لازم اخد راي ايهاب بيه فيها. يا ساتر يا رب يا ساتر. ويا ترى المشكله دي انا مش ممكن احلها؟ لا يا فندم تقدري تحلها، بس مشكله الارض الزراعيه الجديده اللي احنا اشتريناها. مالها دي؟ لحظه واحده. اتفضل. لحظه واحده يا فندم. اتفضل. الاوراق لازم تبقى يعني محطوطه لان احنا ممكن تبقى. خلصني يا ممل. اما انا يا فندم وقعت على كحل خطير عشان سعادتك. والله وانا بلف اللفه بتاعتي كده وكحل هايل. كحل؟ ايوه كحل الانسات اللي غاويين عياقه، كحل حامي، كحل بارد، كحل من السماء. تكحلي بيه من هنا يجي لك داء العامه، لا تشوفي منظر ولا مكان. يخرب بيت الكحل اللي بيجيب العمى ده. لا يا فندم ده الكحل اللي بيجيب العمى. والله ده تلاقيه والله العظيم ده انت اللي باين عليك. هتجيب لي العصبي النهارده. الاوراق محامي ايه اللي جايب لي كحل للعينين يخلي البنات عميانين؟ والله يا فندم وانا بلف لقيت زيت شعر يستاهل دماغ سعادتك. والله دماغي انا؟ امال ايوه والله زيت شعر. زيت شعر؟ ايوه فندم زيت شعر. تيجي تنبيه دماغك كنت تتغطى تصبح الصبح تلاقيها ظله بره. الله 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 الله. واذا حصلت في راسك ازمه ممكن تلمع بيه الجزمه. جايب ورنيش. جايب ورنيش بتاع الجزم. لا يا فندم تحت. بيستعمله في الدماغ. الاوراق بتاعتك. انا عايزه اسال سؤال تعبني. انا تحت. انت محامي يا بابا. انا اكتشفت. انا انت اكتشفت ايه تاني؟ اتنشلت. الاوراق مش موجوده، بس بصراحه يا فندم لقيت لك مسحوق غسيل يستاهل هدومك. الله يا فندم. مسحوق غسيل؟ ايوه يا فندم. مسحوق لابسه يرسل بنطلونك وانت لابسه. لا 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 ده انت محامي فاتح سوبر ماركت بالليل. يا فندم مش ممكن تكون محامي متفرغ. لا يا استاذ. يا استاذ يا افندي. ايوه فندم. تعالى الحمد لله ما حدش هنا اهو. ما تلفليش. ما حدش سالك. مشكله ايه يا فندم؟ الارض الزراعيه الجديده اللي احنا اشتريناها في الصعيد حضرتك عارفاها. مالها؟ احنا ايهاب بيشترى ارض زراعيه جديده في الصعيد مساحتها 100 فدان على النيل مباشره. كويس قوي 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 قوي. ودفع فيها مبلغ خيالي. ايوه فندم. فين بقى المشكله؟ المشكله اما انا جاي لحضرتك اهو يا فندم. طب ما تيجي. يعني اجي؟ ماشي تعالى. ما انت حضرتك لو جيتي ممكن
يخرب بيت العصبي بتاعك يا ابني، تعالى وخلصني من النهار. المشكله يا فندم الله صحيح جديده، احنا قلنا ان هي على النيل يا فندم. كويس على النيل. ايوه في واحد يا فندم واخد فدانين من الارض دي بوضع اليد من غير اوراق رسميه. آه. ايوه يا فندم، وبعدين احنا مش عارفين نخرجه، الراجل مزرجن ومش عاوز يخرج. نعم يا استاذ، يعني ايه مش عارف تخرجه؟ فلوس يا حبيبي، راجلين طول بعرض يرقوا على سقفنا يسيب الارض ويجي. لا مش بالبساطه دي، ما تخليني معايا. يعني ايه مش بالبساطه؟ يعني عايز تفهمني ان انت كده بجلاله قادر، ما انتش قادر على حته فلاح غلبان. يا فندم المشكله في الراجل، المشكله في المحامي بتاعه. الله، ماله؟ ما انا عارفه يا حبيبي كل حاجه، الارض اللي احنا واخدينها مساحتها كبيره كلها على النيل، اربعه فدان، فدانين منهم واخدهم الراجل الفلاح. أيوة. وانا عايزه ابيع الارض، ابيعها ازاي؟ هو واخد فدانين على النيل من الاربعه، حفظتها سم يا حبيبي. والله يا فندم برافو عليكي خالص، حفظتها سم، قضيه عمري. أيوة فندم. خلصني، عملت فيها ايه؟ اما انا يا فندم بقى جاي هنا عشان ايه؟ انا جاي عشان كده. طب قول لي بقى، جاي عشان يا فندم اعرض على ايهاب المشكله بتاعتنا. أيوة. واخد رايه فيها. طيب. أمال يا فندم. آه. عملت عقد من إياهم بتاريخ قديم 5 سنين فاتوا، إيه رأيك؟ لا مش كده؟ لا 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 لا، ما تقوليش، ما تقوليش إنك أنت عملت حاجة صح في دنيتك، ما تقوليش إن أنت تصرفت التصرف المهول ده، أنت عملت عقد يا فندم، ده أنت تستاهل كل حاجة حلوة. يعني دلوقتي يا حبيبي الأرض بقت بتاعتنا والراجل الفلاح إكسو بره، أوكي؟ لا يا فندم مش بالسهولة دي. يعني ايه مش بسهوله يا فندم؟ المحامي بتاع الراجل ده عقر جدا، حاول الموضوع بسرعه للنيابه وطعن في العقد بالتزوير، ده غير انه طلب بحقيقه ملكيه الارض دي للمؤكد بتاعه بناء على التقادم 35 سنه فاتوا، قبلها جده، قبلها جده، قبلها جد جده، قبلها جد جده. ايه ايه ايه؟ هتحكي لي شجره العيله؟ انا عايز اعرف النيابه قالت ايه. النيابه قالت يبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء. ساعتها يا فندم احنا هنبقى بره وهو جوه، مع ان المفروض احنا اللي جوه وهو اللي بره، بس احنا ممكن احنا الاثنين احنا وهو نبقى بره وحد تالت جوه. حد تالت؟ لا لا، انت عايز تجنني، انت عايز تجيب لي هرشه في نفسك، انت عايز تفهمني دلوقتي ان الوضع يبقى على ما هو عليه. أيوة. وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، يعني احنا المفروض نلجا للقضاء، صح؟ ايوه يا فندم. ليه بقى؟ بصراحه يا فندم محامي الخصم ده راجل عقر جدا 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 يا فندم، احنا القضيه في خطر يا سعاده الهام، قضيه في خطر جدا واحنا ممكن نخسر القضيه. سعاده اوعى اوعى تنطق وتقول نخسر، احنا عمرنا ما خسرنا يا حبيبي. أيوة. احنا عيلتنا بتنجح، بتنجح على طول، وبعدين نخسر قضيه ازاي وحضرتك المفروض انك تعالى هنا. طبعا. تعالى هنا. أيوة. انا عايز اقول لك على حاجه انت عديتها. أيوة. أيوة. جوزي دلوقتي ما عادش زي زمان. أيوة. جوزي دلوقتي بقى ملياردير. أيوة. مليونير. أيوة. محتاج لمحامي محترم. أيوة. وانا متستره عليك. لا خلينا بنتكلم جد بقى. أيوة يا فندم. وحياه ربنا انا متستره عليك يا فندم. عشان ايه؟ انت محامي. ايوه يا فندم محامي. انا مش بجيب لك كل حضرتك كل القضايا ناجحه 100%. انا مش فاهمه انا القضاء ازاي بيحكموا، انت بتقول لهم ايه بالظبط؟ سياده القاضي. ايوه حضرات المستشارين. آه. هذا المتهم الذي اتقر تشوفوه والعيال اثر لي لاطباره لابد ان يقصد كده شرف العمل بيزهقوا من امي ويدوني براءه. طبعا ما بيفهمش حاجه، يقول لك اخلص منه. اخلص منه؟ أيوة. يا راجل حرام عليك، انا جوزي مش قادر اقول له انك انت مجنون. لا لا. ايوه لا لا. انت مراتك عقدتك. ايوه لا. انت قاعد بقالك 3 سنين في مستشفى الامراض العقليه. لا. ايوه ومعايا الشهاده معاك. شوف انا دلوقتي بقول لك انت محامي قدام جوزي. أيوة. هتعمل الشويتين وتفضحني انت حر. تحت امرك. يعني ما فيش ال خلاص استر عليا كل ما احنا. طب يلا اقعد اقعد عشان انا تعبت منك. والله تعبت، مش ممكن ما حصلش. الو الو، روحي وحياتي. ايوه يا روحي. انت فين يا عمري؟ انا بعوم في البسين. لابس ايه؟ لابس المايوه الصوف عشان الدنيا برد. طب يا ريت يا حبيبي تحط البرنس على كتافك وتيجي عشان مستنياك يا عمري. في حد معاكي؟ انا عندي ميمون. انت اشتريتي قرد؟ الله العظيم ثلاثة صدق. لا هو مش القرد. آه. هو ميمون المحامي. اه المحامي. تعالى يا حبيبي خد تاكسي وتعالى. حاضر حاضر لحظة. تاكسي تاكسي ممكن توديني من اوضه النوم للريسبشن؟ شكرا باي باي. ايه يا حبيبتي سيدي.
أنا سبوك لا أصبر. ألو ألو. أيوة حياتي. أيوة يا عمر. بحبك بحبك بحبك. بموت فيك يا روح. تعالي أنت فين؟ أنا جنب الكنبة اللي على الشمال. يا بعيد قوي قوي. لا لا قربي شوية. بيني وبينك سجادة. يا سجادة سجادة طويلة. تعالي قربي قربي. إيه ده إيه ده إيه ده الخط اتقطع يا ساتر علي. إيه ده إيه ده بيهوهو بيهوهو. بيهوهو يا بابا. بيهوهو اه خالص. عندك يد بيهوهو. آه في ايه انت بتستدعيني ليه من البسين؟ اقول لك يا حبيبي. قولي يا حبيبي. اصل دلوقتي الراجل الميمون بيقول ان الراجل الفلاح حاطط ايده على الارض مش عايز يشيل ايده من عليه. اقفل السكه. لا لسه انا ما قلتلكش بقى التقيلك ايه بقى؟ ان يمكن نخسر القضيه. اقفل السكه بقول لك. انا ما اخسرش قضيه. ايهاب ما يخسرش قضيه ابدا. انت المحامي بتاعي وتاخد فلوس كتير يا فندم. لكن من فضلك مفيش لكن. لكن ما عنديش كلمه لكن دي. ايهاب ما يخسرش قضيه ابدا. أيوة. عندك حلول ولا لا؟ بالنسبه ل اتكلم. عندك حلول ولا ما عندكش حلول؟ كلامك ايه؟ اكيد اكيد طبعا عنده حلول. ايوه يا فندم صح. انت عندك حلول؟ ايوه يا فندم عندي حلول. وسيبني مبلول. مبلول يا فندم. مش طالع من البسين انا ولا ايه؟ لا لا يا فندم انا النهارده الصبح بالليل وانا قاعد الصبح في العصريه كده. ايوه قعدت عصرت مخي. انت طلبت عصير مخ؟ لا لا هو بيعصر لوحده. في لا مش عصرت مخ. لا هيجنن امي. بلاش دي بلاش دي هتفضحني. هفضحك في نهارك ده. انا بقولها لك. اتكلم قول يا فندم. عصرت مخي يعني وصلت الحلول. حلول قانونيه. ايوه الحل الاول قانوني. يلا ايوه عندي حلول قانونيه. ايوه اتفضل. ما تخرش الميه. طيب اتفضل. ايه الحل الاولاني؟ الحل الاولاني يا فندم. أيوة. حل ما يخرش الميه. يا ابني انت سباك. ايه الميه اللي عماله تخر منك دي؟ لا هو كان خر بس انا حطيت له جلده. خلاص يا الحل الاولاني يا فندم ان احنا نعرض نروح على محامي الخصم. أيوة. ونعرض عليه القضيه ونحاول نتفاهم معاه. قصدك نراضيه بقرشين يقوم يبيع لنا القضيه مش كده؟ يا سلام عليك يا حبيبي. افكارك ما حصلتش. ايوه ايه رايكم؟ حل اظن منطقي ومية مية. كويس كويس. هاي هاي. بس في مشكله صغيره جدا يا فندم. هو انت تروح هناك تقول له على حلول تيجي انا تقول لي على مشاكل؟ انت تستر عليا يا فندم. ايه المشكله؟ المشكله يا فندم ان المحامي محامي بتاع الخصم ده يا فندم. أيوة. محامي راجل عقل جدا ملوش في اللف ودوران بتاعنا يا فندم. واخاف انه ما يرضاش يبيع القضيه. معلش بس ما فيش منع ابدا من المحاوله. ايوه بس المحاوله دي هتكلفنا فلوس كتير. يا فندم كل حاجه ليها ثمن. الامانه ليها ثمن والصرف ليه ثمن والاخلاص ليه ثمن والثمن له ثمن. الحل الثاني ايه؟ الحل الثاني يا فندم حل ما يخرش الميه. تاني؟ لا ده خر عن تاني ده بيخرش. اتفضل. ايه الحل التاني؟ الحل التاني يا فندم ده احنا نعرض على صاحب الارض نفسها مبلغ كبير قوي بحيث لما يشوفه ما يقدرش يقاوم ساعتها يخرج من الارض بسهوله. ما انت عارف انا عشان اشتري الارض دي دفعت فلوس كتير قوي. انا دلوقتي خلاص رصيدي على المكشوف. ايوه يا فندم عندك حق. بس هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. ما باليد حيله. الله. طب افرض ان احنا دفعنا الفلوس الكتير اللي انت بتقول عليها دي والراجل المحامي والراجل الفلاح رفضوا هيبقى ايه وضعنا؟ ايوه يا فندم يبقى ساعتها لازم لازم نوكل محامي. نعم شوفوا بيقولها جد. ولازم لازم. نعم امال انت بتشتغل ايه؟ مش انت محامي؟ لا يا فندم لا انا ما اقصدش كده. انا اقصد ان احنا يبقى المحامي ده دبور دبور وزن على خراب عشه. اهم حاجه انا مش عايز مشاكل. ربنا ما يجيبش مشاكل خالص يا حبيبي ان شاء الله. يعني الحل لازم يكون حل قانوني. طبعا طبعا. عندك حل قانوني؟ ايوه المشكله بصراحه يا فندم محمد خصم ده راجل جامد جدا يا فندم. أيوة. واعتقد ان هو هيقدر يكسب القضيه. احنا في خطر بصراحه. يعني القانون مش هينصفنا. لا يا فندم هينصفهم هم. لا 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 لا, لا. انا باصه في عينيك. انا بقرا افكارك. انا عارفه ان انت عندك حل. ما تفضحنيش ربنا يفضحك. عندك حل حلو وهتقوله. ايه الحل؟ بس بقول لكم ايه مش عايز مشاكل. مفيش مشاكل بقول لك باذن الله. لا انا عارفكم كويس. انتوا بتحبوا تجيبوا من الاخر. وانا بقول لكم مش عايز مشاكل. مشروع القريه السياحيه اللي هعملها في الصعيد ده دفعت فيه عمري كله. فاهمين يعني ايه؟ لازم يتعمل المشروع برواقه وكل شيء يمشي قانوني وما حدش يتصرف اي تصرف من غير رايي. فاهمين ولا لا؟ فاهمين فاهمين فاهمين. انا طالع. اوكي. كلاب تانية دي النسيبه كلاب. يعني مش عارف الواحد يرد عليه كده ولا يعمل ايه مش فاهم. الو الو. ايوه روحي انا طالع غير هدومي ونازل. طب من فضلك
يا ريت تلبس البدله الفوشيا علشان الزعيم جاي. الزعيم جاي؟ مش الزعيم اللي كنت بتشتغل معاه، الزعيم ده. انا الزعيم اللي كنت بشتغل معاه انا ما اقدرش اتكلم معاه دلوقتي. ليه؟ مش بقى محروس بتاع الوزير. باي باي. لو سمحت يا فندم انا عاوز اقول لحضرتك الوقت مش في صالحك. يا حبيبي انا مش عايزاك تضغط عليه اكتر من اللازم، هو بيحل كل حاجه في الدنيا، بيقعد في سويمنج بول شويه، بيحط الفوطه بتاعت البخار على دماغه، بيقعد يفكر يفكر وبيلاقي حل، اكيد بيلاقي حل. يا هانم يا هانم الحل موجود وهو عارفه. يا سلام، يعني حضرتك عارف الحل وهو عارف الحل وانا بس اللي معرفش الحل؟ يا فندم صبري طبعا حضرتك محدش يقدر في الدنيا يخبى عنك حاجه. طب ايه الموضوع قول. يا فندم الارض دي ممكن تبقى من حقنا قانونا. أيوة. في حاله واحده بس. ايه هي الحاله دي يا فندم؟ الراجل اللي قاعد في الارض دي راجل قاعد من غير اوراق رسميه. ايوه عارف عارف. ولو يعني ربنا افتكره ولا اتسجن له 10 15 سنه سجن، ساعتها فندم الارض هتبقى ملكنا احنا، لان هو معهوش اوراق رسميه واحنا معانا عقد رسمي. احنا فندم عملنا عمليات اصعب من كده بكتير. انا مش عارف ليه ايهاب بيه متردد المره دي. هي المساله مش مساله تردد خالص، هو مش متردد، هو حذر بس دايما النتائج بتبهره جدا. ايوه يا فندم عارف يا فندم. هو قد ايه الارض دي مهمه بالنسبه له وقد ايه كمان دفع فيها فلوس؟ مش قادره اقول لك يا ميمون. ايوه فندم. انت قد ايه قريب مني؟ أطلع. مش قادره اقول لك قد ايه يا ميمون. أيوة. ان مفيش اي سر في حياتي انت ما تعرفوش. أيوة. انت عارف يا ميمون انا وجوزي حفرنا في الصخر قد ايه علشان نكون الثروه العظيمه دي. عارف يا فندم. أيوة. عارف كل حاجه من ايام ما حضرتك كنت شغاله. ايه ده انت قلت ايه؟ من ايام ما حضرتك كنت شغاله. كنت ايه يا حبيبي؟ مدبره منزل. ايوه صح، مدبره منزل. أيوة. فان دي شامبر. ايوه فندم. يا هاوس كيبر. هي تسميات كتير. ايوه فندم. الزفت اللي انت بتقوله ده يا فندم انا اصلا انقل على اللي بعده. اقصد ان انا عارف كل حاجه من ايام ما حضرتك كنت مدبره منزل وحضرته مدبر عماره. بورتيه. ايوه يا فندم. لا يعني اتكلم كويس. أيوة. خليك عندك لغات. ايوه يا فندم. عارف كل حاجه يا فندم. عارف ازاي حضرتك ابتديتوا وازاي في 10 سنين بس وصلتوا وبقيتوا اصحاب شركات انهابكو للاسكان والتعمير. ايه 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 انهابكو دي؟ لا. اسمها ايه هابكو. ايوه ايه هابكو. أيوة. مش ان هابكو. تفرق كتير يا بابا. يا فندم نقطه فوق تحت. انت هتجيب لي النقطه يا فندم. لا شركات هابكو لسه. انا عارف كل حاجه يا ست الكل. انا واقف عليها. عارف السبب في سفريات سويسرا وتركيا. اصل انا يا فندم بشم على ظهري. عارف كل حاجه كل حاجه يا ست الكل. جميل جميل قوي. انت عارف كل حاجه. ايوه يبقى اكيد تعرف تبقى مين مدام ايزابيلا، وتعرف ان اللي بيقرب قوي من مدام ايزابيلا بيتعب. أيوة. واللي بيحاول يفهم اكتر من اللازم ممكن يموت. أيوة. ممكن يتقتل. أيوة. ممكن يروح مستشفى المجانين. ده جواب قد كده اقدمه الصوت. ايه يا جماعه راسك؟ انا تحت امرك. ده انا بحبك. ده انا فندم عيال موجود عشان خاطرك زي القمر. والله زي القمر. اسحل نفسك. ايوه بس شات البرطام على البرطام. وهنا على الطشت هنا على القصدي على المكان ده ما يتقالوش تاني في بيتي يا حبيبي. اه انا فندم. ازاي؟ قالوا ازاي؟ صدقني بالله يا فندم وانا جاي سمعت اغنيه بيغنيها شاب جديد مطرب كده يا فندم. والله منطبقه على سعادتك. بيقول كلام في منتهى جمال سعادتك. والله العظيم منطبقه. انت الاغنيه مش عارفها ولا ازاي؟ منطبقة على سعادتي. ايوه فندم. ومطرب بيغني لي انا. والله تماما يعني. طب افهم يبقى مين المطرب ده؟ المطرب يا فندم اللي هو بيغني في الحفلات مع روضة الزكريا ومع كده الناس دي. روضة المطرب اللي بيغني مع روضة الزكريا يقول لي انظره ونعرف. ايوه هو النهار باين من اول. والله انا قلت من النهار الصبح من اول ما صحيت من النوم قلت يا ربي في كارثه جايه. يا فندم مطرب المطرب ده بيقول ايه بقى الاغاني اللي بيقولها عليا؟ المطرب ده اللي اسمه ايوه اسمه شاني هاجر. هو ده هو الواد ده كل حاجه عنده بالشقلوب. بيقول ايه بس شاني هاجر ده؟ بيقول لك يا فندم اه كده برضو قمر توعدني على السهر كده اهو. الله
برضو يا قمر توعدني على الساعة كده وتاخدني معك وتمشي لا حس ولا خبر يا قمر يا اخي احمد يا عمر يا عمر لا كل اللي فات ماشي معايا يعني معدي معايا انما المطرب يقول لك يا احمد يا عمر ما بيسيبك تختار يا فندم يا احمد يا عمر ممكن تقعد مين يا فندم انت تقعد على الكرسي ده طبعا اوامرك سعادتك ثانيه الاقيك قاعد اهو يا تحت امر يا فندم اقعد سوسو يا سوسو من فضلك يا سوسو تعالي اعملي لي شويه مساج في قفايا في الحته دي اوكي مدام في عندي بعد عنك وعن السامعين يا رب العالمين عرقين كده اول ما اشوف لفندي ده يركبوا كده على بعض يا رب يا رب احس ان قفايا ده والع نار يا رب هينقذني بدري قبل اواني والله يا فندم يعني انت كنت فين يا عسل برضه هي بس يا والع ها كنت واقفه هنا يا مدام يعني كنت واقفه تصنطي صح عمري ما لمعت اوكر يا مدام اوكر طيب روحي اندهي على فيفي اوكي مدام بسرعه درق تعال مين يا فندم تعالى بقى ما تتعبنيش مش معقول يا فندم مع حضرتك تعالى اقعد جنبي انا اقعد جنب حضرتك انا تعالى اقعد شوف بالادب تعالى اقعد جنبي يا فندم مش ممكن مش معقول ان انا اقعد جنب سعادتك مش عايزه اعلي صوتي عشان تعبانه يا هانم صعب اقعد جنبي تحت امر يعني الواحد لازم اقعد بقى حاضر يا فندم حاضر اهو انا بقعد اهو يعني هقعد اهو يا كمان الواحد يحط بقول لك انا عاوز اقعد زي يعني يليق بسعادتك طب اعمل انا ايه النهارده بقى بتحط رجل على رجل يا فندم لا تعرفه طب اكلمه ازاي الراجل ده يعني انا اتكلم مع واحد عامل زي المصران الاعور ومدي وشه من الناحيه الثانيه بلاش رجل على رجل عشان يعني واحد يبقى اخليك جنبي عشان تبقى حلو بلاش يا فندم شوف بقى الراجل الفلاح اللي هو واخد الارض الفدانين ده اسمه ايه كتكوت يا فندم الكتكوت ده لازم نجمع عنه معلومات ايوه طبعا مفيش حد هيقدر يجمع لي المعلومات دي غير الواد فيفي الواد فيفي اللي عندي الجنايني ايوه يا فندم واد زي ما تقول ايه ترباس ايوه لكن اقول له على الاوردر من دول وان ويكت ايوه يا فندم ما يبصش وراه ايوه فندم يعمل شوف هيعجبك قوي 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 ايوه يا فندم ايوه هيعجبك بس المشكله يا فندم الواد ده غاوي بلعات كل ما يمشي يصعد في بلاعه يا بت اوعي اهو جاي هنكسر دماغك يا بنت حل عني بنقول لك اوعى يا رخمه ايه يا باشا ما بنحبكيش يا رخمه بتجينيك خالص هو انا اي واحده نبتسم لها تتعشم ازيك يا ست الكل اهلا وحشاني خالص اهلا بيكي اهلا يا حبيبي ازيك يا ام رشدي يا اهلا بيك البت ما كشفت الرقبه دي جابتني ليه على ملا وشي ايوه ايه اللي حصل بالظبط تعالى يا فيفي تعالى يا فيفي اهو جفف عايزه انا يا فيفي انا ايوه انا ايوه طب تكر بقى يا فيفي انا تكر تكر اهو انت اللي تكر وانت كلها تكر خلاص روحي دلوقتي يا حبيبتي تعالى انا يعني ايه تكر وحلتك تكر هي التكر دي تبقى شتيمه امال انا تقول لي تكر دي كلمه تتقال في المكان الطاهر ده لانه انا قلتها من بدري ان النهار باين من اوله اثنين الناس خيبتها السبت والحد وانا خيبتي ما وهدت اتنين والاتنين ضربين واحد ورا والتاني جنبي منور يا حبيبي بنورك يا ست انا عايزك يا اخويا تفنجل عينيك اها وتطرقق ودانك اها علشان المهمه اللي انا هوكلها لك اتوكليني ايوه او يا ترى طبخنا ايه النهارده طبخه ايه انا نحب الفاصوليا مع البتنجان الجلايت ويبقوا جلايت مادام قلت جلايت ما تقفش جنبي خالص انا غلط مش عايزه اعرفه اللي قال الجلايت ده انا غلط غلط ايه يا جلايت انت امال ايه هتقول لي مادام جلايت امال ايه ها
ايه المهم هتوكلها لي؟ المدام بتقول لك المهم اللي هتوكلها لك يعني المهمة اللي هتقوم بيها. نقوم بيها؟ ايوه. يعني نبقى قاعد وتجيب لي مهمة تحطها على حجر ونقوم بيها؟ ده تمرين ايروبسك. ايروبسك تجنن يا ولد وتجنن. ولد في ايه؟ خليك معايا وحياة ام اعصابي لو تطرد اهدى. اهدى. عارف لما اعصابي بتطرد وحياة امي لو اعصابي تطرد لازحلق. اهدى. اهدى خالص. اذا بفهم معايا. حاضر. طلع الترباس من هنا. ايوه حاضر. الله؟ ايوه. ست الكوش؟ نعم. لا بلاش مط جوزك دي. مط جوزك دي بلاش عشان انا بتشائم منها والله. بلاش. فهمت. الواد فهم حاجه؟ لا فهمت. طب فهمت واحده بتقول لك ان انت لقطة الفوش وفريحه صفط الطرب دي بريه رطب ده مستيه وتجيب لها العطف باللوح رحت من مره وتشوف اللي المره بدات سنين ما جت العطف دي ايه شوف انا بيها خطه ضربه بالدكتور يا اخي مش تقول ده يا ابويا يا بيه يا ده والتكريه بتاعت ابو كاتب لا 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 بس ده عايز ترجمه لا انا فهمت والله انت طب والله فهمت اذا كنت انا ما فهمتش لا ما انت ما كنتش موضح لا 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 انت واجب عليك توضح يا مزاج طب ايه رايك بقى ان انت واد زي العسل ربنا يخليك وانك انت فعلا بتتكلم كلام صح ربنا يخليك انا ما وضحتلكش العمليه ايوه صح بس العمليه زي ما تقول كده ايوه عمليه سريه ها أيوة. يعني توب سيكريت ما دام قلت دي تبقى انت ما فهمتش حاجه خالص لا فاهم مهمه سريه دروب ذكرت دروب ذكرت يا ست هانم انا مش غبي انا طلقت مرتي عشان كانت بتستخبانك ازاي كانت بتستخبك لما سافرت الكويت كنت بتصل بيها من هناك كل يوم وكانت بتتهرب مني بتتهرب ازاي قال ايه كل ما ترد عليا في التليفون تقول لي هذا الرقم غير موجود بالخدمة تأكد من الرقم المطلوب روح تطلقها الولية يا عيني قعدت في الكويت تحوش عشان تجيب أنصار ماشين خربتها استقبالي خربتها عنده حق لا 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 سيبه بقى خالص عشان هو مش عايز لغه الكلام بقى بتهرب من امه انا استنى بقى تستقبلني يا بيه لا 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 بعد ما لمستها من حواري تستقبلني معلش معلش هو اصله ابن البرنس أيه. ولمها من الحواري سيبك منه وسام ايوه اصل هو مش واخد باله من نفسه لكن انا هفهمه عشان هو مش عايز لغه كلام عايز لغه اشاره أيه. بص بص يا حبيبي بص لي عشان انت نهارك ابيض زي الفل النهارده اتفضل يا ست الكل ده المتر ميمون ايوه اللي واقف جنبك ده اللي واقف جنبي اللي هو ابو شعر ابو شعر اللي هو لا مؤاخذه طلع له مناخير طب في يعني ايه طلع له مناخير اللي هو واقف جارك ده اللي واقف جاري ايوه اللي واقف جاري ايوه المتر ميمون المتر ميمون المتر ميمون دي بالحرس ايوه عنده قضيه ربنا يخلي يخلي ايه بنته قضيه لا 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 ده ايه الختم بقى أيوة. يعني برشام البلد نفسه ده مش ممكن يكون في كده في الدنيا في العالم تخيل انه متخيل انك عندك بنت واسمها قضيه شوف الرجل المتول في نفوخه هو متول انا فوق انت ماشي هو انت هو متخيل هو راجل متول في نفوخه انت بتضحك ليه عشان انا فعلا عند بنت اسمها قضيه طب اكتم على الخبر خالص خلاص يا افندي ايوه بتشرب القهوه بتاعتي أيوه. داخل انا في بيتي بتشرب قهوه معلش يا ست الكل اوكي اوكي اللي عنده قضيه ايوه في المحكمه ايوه في المحكمه ايوه قضيه محامي وعنده قضيه عادي في المحكمه ايوه واحنا عايزين نجمع شويه معلومات عن الخصم ايه عايزك انت اللي تجمع الانفورميشن ده فهمت هيا دي هيا لأم لا لا فاهم فاهم عايزين تجمعوا معلومات بس لما أخذف ديك السؤال يعني ما كانش في حرج عائلي أيوة معلومات عن إيه بالضبط exactly
تعالى تعالى هتجنني. اتفضل. اي انفورميشن هتلاقيها اكزاكتلي هاتها، ما تلاقيهاش سيبها جنب الحيط وتعالى. اكزاكتلي انفورميشن، لو جبتها لي تايواني ههزق اهلك. اكزاكتلي يعني انت عايز اي معلومات؟ اي انفورميشن عن الرجل اي معلومات؟ ايوه اي معلومات. ماني ممكن جاب لكم معلومات عن بنا السد العالي. سد العالي انت جاب لكم معلومات عن نابليون كوكابرك. ميمون تعالى هنا. تعالى فينا كده ميمون، تعالى هنا. ده هيجنن امي يا فندم. انت تعالى هنا. اعصابي تطرت وهي وده انت فين؟ وده هيجنن امي. وده انت فين؟ قولي نابليون ازاي يعني؟ انا تسكت خالص عشان انت ورطتني معاك. تهمني بالغبا؟ لا لا فشل فشل. ايه ده؟ مين اللي يقول عليك غبي ده؟ اللي نحضر. لا مالكش دعوه بيه ده خالص. احنا دلوقتي انا وانت ها هنقعد جنب بعضينا. انا وانت لوحدينا؟ ايوه انا وانت لوحدينا. لا يا ست هانم، انا صحيح راجل فقير وعلى كدي، لكن يا في الحلال يا بلاش. السلك السلك ضربني. شفتي ضربني السلك؟ اديها يا مدام. قعدت ايه؟ قطعت ايدي وشحطت عليها. بعد الشر مشيت في الشارع قلت لله يا محسنين. بعد الشر عليك. عايزه اتجوز. يخربك يخربك. فضفضي فضفضي بسرعه فضفضي. اديها 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 يا مدام. انت غلطت غلطة عمرك انت. انا اسف. قعد هنقعد. قعد قعد. بس وانت قاعد ايوه عايزاك تبقى ريلا. ايه ده؟ انا بقول ريلاكس مش بقول شد اللحاف. ايه اصحى. حاضر. احنا دلوقتي عايزين نجمع معلومات عن الخصم. ايه الخصم ده بالنسبه لنا مجهول متخفي. الله الخصم ده بالنسبه لنا ايه؟ متخفي. متخفي. اللي هيجمع عنه المعلومات لازم هو كمان يبقى مجهول. متخفي. متخفي. ايوه عشان هو ما يعرفكش. ايوه تقوم تعمل ايه بقى؟ تلبس ماسك. قناع. يا رب. انت قلت صح. قناع. انت قلت قناع. ايوه برافو عليك. تلبس قناع. ايوه وبعد ما تلبس قناع تروح عامل ميك اب ديكورات. لا مش ممكن. هتحط على وشك اوض نوم اوض سفره صح كلام يعني دره ميه بتاع. لا ما يمانش. امال ايه؟ انت المفروض تعمل مكياج يعني تركب دقن شنب او نلبس بلطو او تلبس بلطو او نتصور بالبلطو او تتصور بالبلطو. صوره 5 في 35. صوره 5 في 35. ايوه ايه رايك؟ ايوه دلوقتي فهمت ايه الموضوع؟ طبعا فهمت. ايه ده؟ الفيلم بتاع الاستاذ عماد حمدي اللي كان فيه عمر الشريف عامل دور النابلسي. والله العظيم سلامة لك يا عم. قلت لك قلت لك قربت توتر زيك. قلت لك بعد كل اللي قلته ده كله في الاخر تقول لي عماد حمدي الاستاذ عماد حمدي الاستاذ عماد حمدي سلام النابلسي ده اللي حطوتك. تعالى يا عماد. تعالى تعالى فضفضي فضفضي. اشتغل اشتغل. كان الشر عليكم. لا مش شر عليكم. ده اللي نفسي. يا ريت يا ده اللي ينفع لكم عيالي. يا شيخ روح. ده مش مخلف وكذاب. والله كذاب ومش مخلف. فهموا علشان الفيلم اللي فيه ايه؟ الفيلم بتاع عماد حمدي وفي عبد السلام النابلسي. حمار. كان فيه زكا رستم يا حمار. ايوه ايوه ايوه. ده انا وقعت. ايوه. فيلم ايه اللي بيقول؟ يا ابني افهم يا حبيبي. افهم يا حبيبي. ايوه. انت قول لي بقى بصراحه. انت فهمت حاجة من الكلام اللي قالته المدام؟ تأذني يا سيدنا الأبوكات لو كنت فهمت حاجة. يا ابدي يا ابدي يا هانم يا هانم. الصنف ده خلاص. الصنف ده لو فهم يموت. يا رب. العجل زينة. ايوة وانت عجلك الحمد لله خالص. وربنا موزع العجول. ايه اللي خدت عجلين وجاموسة. يا رب عجلين وجاموسة وعجلي باربعة. يلا يلا هنا العمليه. هنا ناشف قوي. النعل ناشف قوي. ايوه مش كده؟ أيوة. يلا بينا نتفاهم بره. يلا يا كوتشي. يلا روح. وتشكري يا ست الكل. يعني هناخد نفهم ونيجي. يا ريت تفهم. يلا يا نوت. يا ريت تفهم. هو اللي هيفهمني. يا ريت. بس اهم حاجه يا مدام هو
هو اللي هيفهمني. بس اهم حاجه حضرتك من الايه راس الفول بيجي لي الاثر اعتقد على طول تبقى شرح بس هتكتب بقى الترجمه. ايوه سلام عليك. وحياه امي تعبت منك وكان يوم منيل اعمل ايه ابن خالتي ومجنون. ايه يا حياتي وصلتي لايه انتي والمحامي المجنون ده؟ انا مش عايزاك تقلق خالص يا حبيبي. ان شاء الله كل حاجه هتتم زي ما انت عايز. ما دام قلتي كده يبقى محامي العقر مش عارفين نلاقي حل معاه. ويبقى فلاح مش عايز يخرج من الارض والمشكله ما لهاش حل. معلش يا حبيبي انا عايزك تنسى موضوع القضيه خالص. انا عايزك تفكر بس في موضوع الانتخابات. ترشح نفسك في الانتخابات. انا مش عارف انت مصممه ليه على موضوع الانتخابات ده. لا. انا مش عايز اخش الانتخابات دي. انت لازم ترشح نفسك. لا 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 افرضي رشحت نفسي وبعدين فشلت. ما تقولش فشلت. احنا عمرنا ما بنفشل يا حبيبي. احنا عائلتنا بتنجح على طول. الفشل للفاشلين بس. وبعدين الحمله الانتخابيه انا جهزتها 24 قراط. انسى الموضوع ده. هتنجح يا حياتي. اما موضوع القضيه هيتحل ولو ما اتحلش انا هعرف احله. ولا ايه يا عسل؟ خلاص موافق. طيب هطلع انا دلوقتي عشان الزعيم زمانه جاي. انا عايزه كله يبقى تمام. اي قلق اتصل بيا في الموبايل. طمني. اوكي روحي. هنوصل. فيو. كل اللي عايزينه هنعمله. اوكي يا روحي. الزعيم وصل يا هبي. روحي. اوكي. مش دلوقتي مش هتخش. هقابله يعني هقابله. بقول لك هقابله يعني هقابله. اوعى من سكتك. ايه الدوشه اللي انت عاملها دي؟ يلا على المكشوف اكشف ورقك على الترابيزه وقولي اللي عندك وهات من الاخر. انا ورقي كله على الترابيزه هات بيه. واللعب بقى على المكشوف. يبقى الفراوله المره اللي فاتت ما كانتش اللي هي. مش عدت الحمد لله. المره دي مش هتعدي. الله كبرت عن زمان يا ايهاب. ايهاب اسمي ايهاب بيه. خلي بالك من كلمه بيه دي كويس قوي. ماشي كبرت عن زمان يا ايهاب بيه. طب ما كانت اي فراوله بستوردها لك ما كنت بتبيعها من سكان. لا المره دي لا. المره دي انا زبيني عليوي فوق هاي. لازم اتاكد من الفراوله تكون اكسرة واتاكد من الصنف قبل ما ادفع فيه فلوس. على العموم انا جايب لك البضاعه المره دي احسن. لا الكلام ده ما ينفعش. لازم اشوف البضاعه اللي هدفع فيها الفلوس. مش كفايه كلمه شرف مني يا الشرف هدي. ده خلاص ما بقالوش مكان في دنيتنا. خلي بالك من ده كويس قوي. يعني البضاعة عايز اشوفها. هي وصلت لحد كده يا ايهاب بيه؟ وانا اعمل بيها ايه عندي؟ انا هربتها لك انت واخد منك كلمة شرف. قلت لك كلمة الشرف دي مالهاش وجود في دنيتنا. اشوف البضاعة اشوف يعني. البضاعة اللي انا هدفع فيها فلوس الاول قبل ما ادفع. انت هتفهم دراعي. افهم زي ما تفهم. اوكي يا ايهاب بيه. اوكي يا ايهاب بيه. الو الفراولة لو سمحت انا عايز الغضريف حالا. فراولة انت دخلت من الجنينة؟ اصل الكلاب باين عملت الوجه. انت هتتعامل يا ابني ان شاء الله نتعامل مع بعض. ايه يا ابني؟ فراولة المرة دي اتصرف. انت في مدينة خد لك شمع يا ابني. لا 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 انا ما شمش. انا حبيبي اشتغل في الصنف انما ما اتعطاهوش. عمرك ايه عمرك ما كلتها. بقول لكم ايه بقى تاكل البلد دلوقتي. الثمن اللي احنا اتفقنا عليه هينقص نص مليون جنيه. البيعه هتتم يعني هتتم يا هبي. زي ما قلت نص مليون جنيه بالناقص. يا بيه يا فراولة. بقول لك ايه انا قلت نص مليون جنيه يعني نص مليون جنيه. فاهم ولا لا؟ لا الثمن اللي اتفقنا عليه هيفضل زي ما هو. زي ما قلت لك ما تحاولش تستفزني يا هبي. هتعمل ايه؟ البيعه دي لو ما تمتش ما حدش هروح لاهلي. لا هيفوت. وقف عندك ما حدش يخرج من هنا حي. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفاه في بيتي ده؟ مسدسات؟ هتقتلوا بعض؟ مش عيب كده؟ ايه اللي حصل؟ اتكلم. مدام ايزابيلا انا مش اول مره اشتغل مع البيت. طبعا. ودايما بشتغل معاه. ايوه. جبت البضاعه وهربت البضاعه باسمه وفي الاخر عايز انزل منها نص مليون جنيه. انا بقول يعني ايه رايك انت يا ايهاب؟ انا زي ما قلت كلمتي واحده مش هتنزل الارض ابدا. ممكن تسمعوا رايي انا؟ اتفضلي. ايه رايكم لو نقسم البلد نصين؟ استبينا. عشان خاطر مدام ايزابيلا هخفض ربع مليون يا فندم. ربنا يخليك انا متشكره. يا هبل. سلام عليكم. ميرسي يا هبل. الزعيم والخبر ميعاد التسليم والمكان والزمان يا هبي. اوكي سلام عليكم. مع الف سلامه. مع السلامه. انا نازل اقوم اروح اعمل لك شغل كويس. مع السلامه يا غطريق.
ربع مليون جنيه في دقيقتين، محدش بياكلها بالسهل. عمالين يا وليه، عمالين عاوز اتفرج على الفيلم. الارسال انقطع قبل كده، عايز اتفرج على الفيلم يا صاحبي. يا وليه عمالين خلاص. الفيلم فيلم اهو ابتدى. ايوه امنيتي فيلم الارض. ايوه عليكم جوي. ايوه امنيتي. ايوه يا جن، قول لهم ان الارض دي بتاعتنا ولا يمكن نتنازل عنها. واصل اتذكر اتذكر. ايه عمالين يا وليه بتفرج على الفيلم؟ امنيتي واقف وقفه جامده قوي. لا يا كوتكو ترد علي. كني يدك يا عبد الهادي. اكتاكيت يا اكوتكوت. الله يخرب بيتك. اجيب لك الشاي عندك ولا شايه يا وليه بتفرج على الفيلم؟ ولا تيجي تشرب؟ ابعد عنه، اوعى تضربوه. تعالى وزه كده، تعالى كده وزه، تعالى وزه. خش اجيب لك الشاي. خش جوه يا حرمه، خش جوه. أجيب لك الشاي. خش جوا يا راجل. رد علي. مش عاوز شاي يا ولية. أها قلت لك هماليني. مش هتيجي تشرب معاي؟ أهو الإرسال انقطع تاني. أدي النيلة. أكوتكوت يا أكتاكية يا ولية. كتكوت. لا يا اخويا مش بترد عليا. كتكوت ردت الميه في زورك. كتكوت بص بص كتكوت. ايه دي يا وليه دي؟ حلوه حلوه. ايه لابسه منظار؟ لا اشتريتها النهارده الصبح من السوق. حلوه حلوه. ايه كتكنيله وانت شبه احمد راتب. اخص عليك يا كوتكوت، اخص عليك. مالك يا اخويا عمال بتنط وتفط كده عامل زي البرغوت. يعني برغوت يا خنفسه. خنفسه؟ ايوه خنفسه. يعني خنفسه يا ابن ابن خلبطه ازلبطه. باه مش عاجبك اسم امي يا وليه؟ يا بنت نفوتي نفوسي. ومالك يا اخويا بتقول اسم امك دي كانتها شتيمه ابن ابن الزارع. هملت امي ودورت على ابوي. على اقل ابوي اسمه مزارع، اسمه له معنى وراجل محترم له شغلانه. مش ابوك اللي كان كد جديد؟ تتمجلد على ابوك. ايوه كان كد جديد واسمه نخله. كيف تتمجلد على ابوك؟ ابوك ايه يا ابوك؟ حباي نخله. ده الناس كلها كانت عايشه في ضله. ضله؟ ايوه. هيجيب منين الضل وهو كد جديد؟ والعلم بقى ايوه ابوي هو اللي زرع ابوك نخله. اكده ايه اكده اكده اكوتكوت. ايه اكده. طب خلاص تتمجلت على ابوك يبقى ما فيش شاي، واللي عاوز حاجه يقوم يعملها لنفسه. اكده يا صفحه. ايوه اكده. بتزليني على كوبايه الشاي؟ ايوه. لا انا راجل البيت وكلمتي لا يمكن تنزل الارض واصل. هات الشاي يا صبحة. لا اليوم مش هيعدي يا صبحة. ما يعديش صبحة.
هيو أنا هعد من واحد لألف. عيد. إن ما جبتيش الشاي اليوم مش هيفوت. عيد. واحد. ألف. ألفين. عيد. تلات تلات. عيد. جبتيه لنفسك يا صبحة. سمعني. صبحة. هيوة. روحي وانتي. سمعني. وانت كوخة. انا زعلان منك يا صاح. هما كلمتين هقولهم لك وامري لله. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك يا صاح. ايوه. حقك علي يا صاح. طول عمرك راجل يا كوتو. ايوه راجل خرع. ايوه. طب خد خد يا كوتو خد اشرب زاطين. زاطين؟ ايوه. هتتكلمي عن انجليزي؟ ايوه اتكلم عن. الله يرحم ابوك اللي خلى الراجل بتاع نحو الاميه انتحر. لا تعايرني ولا عارك الهم طايلني وطايلك. كيف؟ لا يا اخوي انا طول عمري راسي براسك. انا معايا شهادتي الابتدائيه واعرف افك الخط زيك تمام. يعني ساقط اعداديه وبعرف انجليزي كنت بشتغل في الاصاب ترجمان. بقول لك ايه؟ ايه؟ قولي لي يا توتو. ايه ده انت راجلي كيف يعني اقول لك اتوتو؟ اه دلعيني زي بتوع التلفزيون. يا توتو وانا عينيا خضرا وحلوه. ايه بس بقول لك ايه؟ ايوه اعملي لي مزاج. اعمل لك مزاج؟ ايوه قبصي لي ظهري. هقبص لك ظهري. ادعكي لي. حاضر. ادعكي وهرشي. حاضر. للبراغيث سرحت. ايوه ايوه تحت. لا بس كده اسكت بقى اسكت. عادي مشكلة. قلت لك اشرب وانت ساكت من غير ما تطلع نفس. انت عارف ما احب اقول الكلمة ما تنزلش الارض واسي. شوتو ايه شرب الشاي اللي تحت تهديد السلاح دي؟ خد ها كتكوت. ياه كتاكيت. بقول لك بعصر يا وليه دي كتكوت. ياه هتخرمي لي ودني. يعني مش هترد علي بحنيه؟ لا مش هرد عليك بحنيه. طب خلاص هاني هكون احسن منك واشدع منك واكرم منك واقول لك بالهادي والشفي. واخرب بيتك. ان شاء الله يا اخويا اللي يكرهوك. ان شاء الله عدوينا. ان شاء الله اللي يتشكوا اللي عايزين ياخدوا منك ارض الكار. ياخدوا مني ارضي؟ ايه كيف يا وليا كيف؟ ربنا معانا. محدش يفضل ياخد مننا الارض. ده ارض اباي واجدادي ولا يمكن ياخدوها مني واصل. ايوه يا كوتكو بس الموضوع دي مش داخل نافوخي واصل. وانت عندك نافوخ من اصله. طب قول لي يا كوتكو كيف يعني ياخدوا منك الارض والارض ارض ابوك مزارع وجدك روما الله يرحمه. ايوه سيدي روما الله يرحمه. هو اللي اشتراها. ايه وستي وزه. ايه رجلت عليها 80 سنه بس يا حصاري. ايه ما كانش فيه ورق رسمي اياميه. ما كانوش بيستعملوا الورق كانوا بيكتبوا على الطين. ما كل البلد عارف ان الارض ارض ابوك وارض جدوك. يا رب. سلام عليكم. اهلا ازيك يا هلال؟ ازيك يا عم كتكوت؟ ازيك يا ميت؟ الحمد لله. اتفضل يا ميت. ازيك يا صاحبي؟ سلامات يا متري ازيك؟ عملت ايه يا حبيبي؟ والله رحت المحكمة عارف ان اشوف حكاية الدعوة المرفوعة. يا لهوي بقى يا حبيبي. يا مصيبتي انا يا مصيبتي. يا بتحتي في وسط اهل البلد يا كوتكوت. دعوا علينا يا راجل دعوا علينا. طب والله العظيم تلاش لا ده عليهم دعوة هتجيبهم الارض كلاتهم. يا وليه يا جهل انت بيقول لك دعوة مرفوعة علينا. ايوه.
مبتدا مرفوع بالضمه وعلينا خبر مرفوع بالضمه. خبر ايه يا راجل؟ خبر ابوك اسود امضاه علينا واللي كان كان. طب هتعمل ايه؟ انا مش هسيبهم واصل. هتعمل ايه؟ لا يمكن اسيبهم يا وليد. يا راجل طمني وقول لي هتعمل ايه؟ حاجة عليهم هم كمان. ايوه الهي وانت جاهل. استنى يا عم كتكوت استنى شويه. انزل انت الهي وانت جاهل. يا عم كتكوت دعوه مرفوعه علينا يعني قضيه مرفوعه علينا. قضيه ايه يا بنت؟ إيهاب بيه صاحب مجموعة شركات إيهاب كل الإسكان والتعمير رافع عليك دعوة بإخلاء الأرض دي. بحب كيف؟ بيقول إنها ملكه. ملكه كيف؟ دي ملك يعني وملك آبائي وأجدادي. أنا عارف بس هو معاه ورق رسمي بيثبت إن الأرض دي بتاعته. وجاب الورق الرسمي ده منين؟ والله ما أعرفش أنا رحت المصلحة المختصة واطلعت على كل الأوراق ولقيتها سليمة بس ما تخافش أنا معاك. حلو كده؟ يعني بس أصل حتى لو طعنا بالتزوير في الأوراق دي يبقى بنكسب وقت مش أكتر. ايوه يعني ايه؟ يعني هتعمل ايه انت ولا عملت ايه؟ لا ما تخافش انا عملت مذكرة بحقك في المركز والمركز حولها للاسم والاسم حولها للنيابة والنيابة حكمت بالحكم المعتاد. إيه؟ يبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللي جوه القضاء وإيهاب وشركته هم اللي برا واحنا اللي جوا. الله ينور عليك يبقى هو وشركته بقى اللي يلجأوا للقضاء. حلو قوي يا بيت اهو كده ربنا يفتحها في وشك يا شيخ. بنتي يا صبحة. ايه الشاي يا صبحة؟ المهم بقى المحكمة هتحكم بإيه؟ سك على الشاي يا صبحة. ايوه كده لكن أنا عايز أشرب شاي يا عم كده. أما أفهم الأول حكاية المحكمة دي إيه؟ هو إيهاب بيه بنفوذه وسلطته هيحرك الموضوع في المحكمة بسرعة بس ما تخافش أنا معاك. ايوه كده ايوه كده الله هيفتحها في وشك يا شيخ. الشاي يا صبحة. المهم بقى هنثبت ان الارض دي بتاعتك ازاي؟ سك على الشاي يا صاحبي. ايوه اكيد. لكن انا عايز اشرب شاي يا عم كتكوت. لما تثبت لي الاول ازاي هتثبت ان الارض دي بتاعتك؟ دي بسيطه خالص بشهاده الشهود الجيران يعني. ايوه كده الشاي يا صاحبي. ايه؟ المشكله جارك عم بيومي الله يرحمه بقى تعيش انت. سك على الشاي يا صاحبي. لكن انا بقى عايز اشرب شاي يا عم كتكوت. لما تفهمني الاول ازاي هتثبت ان الارض دي بتاعت ايه من غير عم بيوم الله يرحمه. لا ده دي بسيطه خالص بشهاده الشهود الجيران يعني. حلو قوي الشاي يا صبحه. بس الجيران مش عارف نوصل لهم ازاي. سك على الشاي يا صبحه. ايوه اكيد. لكن بقى يا عم كتكوت انا لازم اشرب شاي. لما تثبت لي الاول. تعالى هنا. اشمعنى هنا؟ المخرج قال كده. طيب لما تثبت لي الاول ازاي ان الارض دي بتاعتك من غير ولاد عم بيوم الله يرحمه. الله يرحمه. دي بسيطه خالص. هو عم بيوم الله يرحمه مش كان الله يرحمه ولاده عارفين ان انت صاحب الارض دي؟ حلو قوي الشاي صبحه. المهم بقى هنوصل لولاد عم بيوم دول ازاي؟ سك على الشاي يا صاحبي. ايوه اكيد. لكن بقى عم كتكوت انا بقى عايز تشرب شاي بس الاول توريني كيف هتثبت ان الارض دي بتاعتي من غير ولاد عم بيوم الله يرحمه. الله يرحمه. اجبت عنوانهم في القاهره وحجزت في القطر بعد ساعه وهنزل اقنعهم يشهدوا معانا في القضيه دي. كده؟ ايوه. خش شنطتك والحق القبض. طب والشاي؟ شاي بعدين. طيب. مع السلامه. مع السلامه يا ميت. مع السلامة يا مير. مع ألف سلامة. مع السلامة. جدع ابن حلال والله يجعل له في كل خطوة سلام. بقول لك ايه يا وليه انت؟ انت متخلفة يا وليه؟ لا عمال اقول لك الشاي صبحة الشاي صبحة. يعني عايز نعمل ايه؟ واقفة كيف خيال المآتر. عايز نعمل ايه يا راجل؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ لما اقول لك الشاي صبحة تقول الشاي خلص. فهمت فهمتي جاتك نيلة وانت شبه المخرج. أيوة أيوة يا سيد. خلاص 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 يا سيد خلاص خلاص
برضو؟ خلاص ايوه يس جميل سبيكينج ايوه جميل سبيكينج مين اللي بيتكلم ايوه يا فندم الاستاذ الهامي لا مش موجود استاذ الهامي في المحكمه بيترافع بيزلزل المحاكم بيطلع المتهم بريء ويسجن الشهود نعم لا يا فندم ما تقلق مين اللي بيتكلم كتكوت بتهزر سعادتك يعني ايه كتكوت بقى ايه يا استاذ انت بتتصل بحظيره ولا ايه يعني ايه كتكوت جوز بنت خالته صفحه ازيك يا عم كتكوت عامل ايه وحشني والله يا عم كتكوت لا القضيه بتاعتك اطمن خالص ولا يهمك من اي حاجه استاذ الهامي حاجه حجه كده قويه جدا في القانون ولا تقلق من اي حاجه كسبانها كسبانها وارضك هتاخدها يعني هتاخدها اوعى تقلق يا عم كتكوت لا 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 ما تقلقش وازاي بنت خالته صفحه ما تقدر انا لسه امبارح والله سأله امبارح قلت له القضيه بتاعتك اخبارها ايه؟ قال لي ده زي الفل ما تقلقش السلام امانه يا عم كتكوت سلم لي على بنت خالته صفحه ها؟ مع السلامه بقى يا سلام يا عيني عليك يا عم كتكوت يا عيني عليك يا عم كتوت عم كتوت الراجل الغلبان المسكين عم كتوت كتوت يعملوا فيه كده عايزين ياخدوا منهم ارض ليه؟ ليه يعني؟ ده هو يا عيني طول السنه يفضل يزرع فيها ويقلع فيها عشان خاطر في الاخر ياكل نفسه هو بنت خالته صفحه، يقوم ياخدوها منه كده عنوه ليه يعني؟ ربنا ينتقم منكم يا رب الحق جاه النبي. ان شاء الله هيكسب القضيه، ان شاء الله هيكسب القضيه. نقعد بقى نقرا ميكي جيب هو اللي ألذ وصلنا لحد فين فو ها يا تراخ فرورم فرورم بيب ذا اند ايه النهايه الهبله دي وبعد ذلك دخل العفريت متلصصا ويحاول ان يقول المكتب ده مسكون ولا ايه؟ يظهر ان دماغي فكت من الميكي جي. هيا نسرع من النافذه. فن ودخل العفريت عندما وقال من عند ايه ده بقى؟ في ايه؟ المكان ده مسكون ولا ايه؟ المكتب ده انا مش مرتاح له. جدي مات هنا وابويا مات هنا العيله كلها ماتت في المكان ده في ايه؟ ده شجع هذا جميل. لا مفيش حد تهيؤات بوم وبدأ السباق ودخل العفريت يرتدي بنطلونا ابيض وخيمة وحلة بس عم كتكوت هيعمل ايه في القضية بتاعته دي بقى انا مش عارف انا هعمل ايه بقى اقرأ احسن طاخ بوم طاخ بوم ايه لا انا
انا اظهر انا تعبت يا رب. يا رب الهمني الصبر. الهمني الصبر. لا انا الظاهر ان دماغي عماله تود وتجيب كده. اتنين يمين واحده شمال. بقيت بكلوتين وكلوه. كلوه اهو الحكايه دي. ده انا بخرف. شارع محمد علي دي حلو قوي الكلام ده. يا سلام حلو قوي. رجل ثالثة في النص. رجل ثالثة في النص. اه ده المثل بقى. حط العرج على المكسورة. أنا الإحساس باظ عندي ولا إيه؟ في إيه؟ سلام القول. النبي يا رب. النبي يا رب لو في عفريت يكون طيب. أو هات لي عفريتة. عفريتة. لا تهيؤات هي بوم طختش دي اللي بتودي بداهية. نعم. أنا. إيه بقى؟ طيب. مقالس مقالس. لا عايز ايه؟ فيلم فيلم قديم. ايوه اول كلمة انا. تاني كلمة انت. حمار. تعال هنا. لا يا عم اقعد انت هنا. انا مش عايز اقعد هنا. قلت لك تعال هنا. مش عايز اقعد. انا مستريح كده يا سيدي. يا دني خلق ضيق وبقول لك تعال هنا. يا عم ضيق ولا سمول انا مال ام انا. تعال يا واد اترجع هنا. مش هترجع. اتفضل سعادتك استريح. انا ما برتاحش غير لما اسال الناس والناس اللي زيك يجاوبوني. اي ولازم يبقى الجواب على مزاجي ويكيسني. لا من ناحية التكييس فأنا حكيسك. حكيسك يا عم. اتكيسني تكسب. حكيسك. أنا حكيسك. وإلا نضرب. نكسر. نقتل. لا ولا تضرب ولا تكسر ولا تقتل. أنا تحت أمرك. هدي أعصاب سعادتك كده بقى وقول لي تشرب إيه. ما إيش نشرب حاجة. لا ما لازم سعادتك تهدي صدرك كده بكوباية رنج على الأقل. قلت لك معيش نشرب حاجة. طب العافية انا زي سعادتك كده كيس بومبا ازاز وانت قاعد كده. معيش نطفى حاجة. يا جدع سفلك شكارة رملة ولا اي حاجة. لا. عندك مغاط. مغاط. ايوه. ليه خير ان شاء الله يا خالتي. اصل نفسي غم علي. غم عليك. ده مكتب الاستاذ الهاني عبدالله المحامي. ايوه هو ده مكتب الاستاذ الهاني عبدالله. ده. ايوه. مكتب الاستاذ الهاني عبد الله المحامي. ايوه يا سيدي هو ده مكتب الاستاذ. يعني ده مكتب الهاني عبد الله المحامي. ايوه يا سيدي هو ده مكتب الاستاذ. والتليفون ده بتاع الهاني عبد الله المحامي. ايوه يا سيدي هو بتاع الهاني عبد الله المحامي. والتصريح ده بتاع الهاني عبد الله المحامي. يا عم هو قلنا بقى. والكرسي ده بتاع الهاني عبد الله المحامي. والله هو بتاع الهاني عبد الله المحامي. وانت بتاع الهاني عبد الله المحامي. نعم. انت. انا بتاع ايه؟ بتاع الهاني عبد الله المحامي. الهاني. ايوه الهاني. الهاني بالنون. امال بالبون. ايه الهاني انت ايه جيوبك الانفيه بايظه ولا حاجه؟ يا اما يا اتخض واجري. يابا يابا
ده عبيط عبيط رسمي الواد ده، اخده على قد عقله. ايه الحلاوه دي؟ ايه التناكه دي؟ يا تالك حلاوتك ماشي بطريق بطريق. والكتف يؤمر بيه. وانت مالك انت يا رخم؟ رخم؟ لا بقى سكتناله ودخل بحماره. ايه انت تزعج فياني؟ وازعج في عشرة زيك. انت تقدر علياني؟ واقدر على عشرين وربع زيك. انقطعك ياد تقطعني؟ انا انقطع بطاقتي اربع مرات. اربع مرات؟ او بأجر عجل وبتأخر ولا يهمني. انا مال انا؟ انا مالك؟ انت شايفني راكب فيسبوك قدامك؟ انا صايع ياد. صايع يعني ايه؟ وعايز تلات لاني صايع. لا 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 خف شوية يا باشا. انت متعرفش تتكلم مع مين؟ مع مين؟ احنا الصياعة الصياعة فينا. انت؟ ايوه يا ابدا. احنا نكح نجيب عبرة، نعطس نجيب اسفل. اه عركني عركك. عركني. وريني يا اخوي. اني انتهبل ولا تاني تاني. يا تاني تاني طيب. يا ايه ده؟ خنجر. ايه ده؟ بين صوابع يا عبيد. نجرب الشبكة. جرب الشبكة. اهدى الخنجر قطع الشبكه يا اهبل. ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ وقفت الجرابه ده يلزمها صابونه. صابونه اتزحلي. حاضر يا عبيد. اي خد الصابونه يا مجنون. هات الزحله. اجوت مكان يا معشر جرس جاب قانون ياك. بريتم بريتم ذي برش جاب قانون ياك. مشكلة لكن الله هو الله. يس يس سيسا سيسا خد بيدها. ما تجوزنيش انت يا بسانتي. هرمي نفسي من فوق البرجاتا يا بسانتي. حط نفسك في بلاعه واخلص. عرفت امي عايز ايه؟ ساعتك جاي ليه؟ نتعرف بالاسم. انا بكل فخر. ايوه ورجوله. ايوه فيفي. ايوه يا عم ماشي. قول ايه اسمك ايه؟ انا بكل فخر. أيوة. ورجوله فيفي. يا عم ما تسترجل بقى وقول في ايه بقى. انا اسمي فيفي. فيفي؟ ايوه. تضحك عليه فيفي؟ ايوه اسمي فيفي. يا راجل بقى كلام فاضي. كلام فاضي؟ اه مش عاجبك اسمي ياد ولا ايه؟ لا عاجبني. انا فيفي ياه. انت فيفي ياه. فيفي فيفي ياه. ياه فيفي فيفي ياه. انا مين؟ ياه انا مين؟ ياه اسمي فيفي. فيفي فيفي بيه يا مقطف. يا معطف. انا فيفي بيه وانت مقطف. انا ماشي. ياه اعمل ايه بقى؟ خاف وجهي. ياه ياه دهبل. ربنا رزقني انا بالهبل. امر سعادتك في اي خدمه اقدر اقوم بيها؟ انت تخدمني. وليه يا باشا؟
يا ابني احنا في فرق سقف بيننا شنيع. يا عم السقف من ناحيه السقف هجيب بكره ان شاء الله لحين حبيب واسقف. حبيب ايه يا جاهل انت اسقف كده؟ امال اتسقف نفسك يعني تحضر ندوات شعر صالونات لسه حالي امبارح في صالون نمره واحد صالونات ادبيه ايه وتقعد وتسمع شعر ويمكن في يوم من الايام تكتب شعر زي ابقى مشعر جسمي كله مشعر شعر تكتب شعر ورقه وقلم وتكتب جوافي وموازين موازين هو انت شاعر امال وحياتك شاعر والله العظيم طب ما تقول لي حته شعريه كده اني القصيده دي ايوه سميتها الثقب نعم اسم القصيده الثقب يعني انت هتبتديها كده من الاول الحمد لله يعني هتبتديها ثقب من الاول الحمد لله اتفضل قول او قلت فيها ايوه وفي وسط غسيل الهموم كان عندي فانيلا او كانت الفانيلا مقطوعه من ورق او جات حبيبتي على جناح النرى نرى النرى يعني ايه النرى دي يعني النار بس جمع مذكر سالم مذكر يعني ذكر نقول ايه النرو لازم تبقى النرى ماشي ماشي اتفضل يا فاسم ما سمعتش بيت الشعر اللي بيقول اتبات نرى تسبح رماد دخلت ام عربي الليلة دي ولا مين لا وجيت حبيبتي على جناح النرى ايوه وقالت لي الفانيلا مش مقطوعه من ورا قلت لها لا الفانيلا مقطوعه من ورا قالت لي صدقني يا حبيبي الفانيلا مش مقطوعه من ورا قلت لها عليا الطلاق بالثلاثه الفانيلا مقطوعه من ورا علي الطلاق بالثلاثة الفانيلا مقطوعة من ورا قالت لي أنا هنخونك يا حبيبي الفانيلا مقطوعة هيك قدامك من ورا قلت لها وعزة جلالة الله أو أيمنات المسلمين صادي يا جدع واحد الله والكعبة الشريفة صادي يا جدع ايه أو عزة جلالة الله يا عم نقوم نبدا للوقت عشان تستريح الفانيلا مقطوعة من ورا أو بصيت على الفانيلا لقيتها مش مقطوعة من ورا قلت يا ريت قبل ما نحكم نرى يا جميل رايك ايه في الخناقه الخناقه اللي حصلت يعني بين امك ولا مراتك في الفانيلا فانيله ايه انت جاي تحكي لي خلاف انا بين مراتك وبينك انا مال ام انا مال الغسيل لا اصل ام خدت الفانيلا يا جدع انا مالي مال الخرم اللي في الفانيلا ما هم رفت الخرم ما ترفي ولا تولع ولا ترفي من غير علمي ليه يا راجل اجري بقى على الخناقتين انا مش راجل انا ما عرفتش اتفاهم معاك انا هنمشي ونجيب لك الناس الكبارات اللي يعرفوا يتفاهموا معاك ماشي يا فندم الكبارات تحت امرك الكبارات قوي الكبارات قوي 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 الكبارات كبارات قوي قوي او سمعني احلى سلام يا لين 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 الله الله انا باللي بني حق يابا 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 جريت من النوم على باب مولانا سيدنا الحسين والكشف مجانا قالك اللي انتهى والجمال في القبر طل وشوف تلقى الجمال انتهى والعظم بقى مكشوف والوجه اللي زي القمر من الموت صبح مكشوف وماتوا العيون الجميلة اللي كان منهم بيشوف يا عبد خد لك عظة من الحياة والموت ولا دايما لا إله واحد أحد معروف يا حد الله يا حد الله ان شاء الله الخرم هيتصلح بتاع الفانيلا
ان شاء الله هترجع لك مراتك بفانيلا جديده ما تقلقش. لا احنا عملنا بفانيلتنا يا رب. غنوتك دي فكرتني بخالي. مال بقى؟ مات مسموم. طب وانا مال امي بانه متسمم؟ انت هات غبي. انا غبي؟ والله العظيم انت غبي. اقول لك على حاجه؟ قول حاجه. وريني الكبارات بتوعك دول هيعملوا ايه؟ هات خلقات يا اتفضل يا عم. ادي مش الحلاق اللي انت جاي بتضرب بيه. هات يا حرامي. وادي يا سيدي الزماره اللي انت جاي بيها. ايوه. وادي المخيم اهو. ايوه. ماشي يا عايز ايه تاني؟ اتفضل البرنطه بتاعت الفريسكا. وهات النداله. النداغه اتفضل النداغه. كسرتها. ايه تاني؟ وهات المنشه. منشه ايه؟ ادي الكتابه اهو. حاضر يا سيدي. ادي المنشه اتفضل يا ذبابه كلحق. ايه اتفضل. العاف عليكم. الله يعافيك يا خالتي. تعال. نعم. اعمل ايه بقى؟ خاف يا حاضر يا اما. سلام عليكم. مع السلامه يا اهبل. لا 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 مش هستحمل. مش هينفع الكلام ده ابدا ابدا. انا هقدم على اجازه سنه بدون مرتب. لا سنه ايه؟ انا هقدم على استقالة. الكلام ده ما ينفعش. صباح الخير يا جميل. اهلا يا ابني. نعم. استاذ الهامي. انا مخدوم. مخدود؟ انا مخدوم. مين خدك؟ فيفي. مين فيفي دي يا جميل؟ مين فيفي دي يا جميل؟ ايوه. هتخويني يعني على انها واحده ست؟ فيفي ده مش دي. لا انا مش فاهم حاجه. يا ريت تشرح لي بالتفصيل وبالراحه. هشرح لك بالتفصيل. بالمزوره. اول حاجه يا سيدي انا قاعد هنا اهو بقره. بقره. كويس. حلو. وشويه دخل واحد ووو وراح ماسك مسدس وقال لي ياه الكبارات جايين يا يالا. يعني ايه؟ انا عارف. هو ماسك مسدس في ايده وبيقول لي الكبارات جايين. الكبارات ده جايين بقى هيكونوا راكبين ايه؟ دبابات وجبال هجاله داخلين ويجوا بالدبابات ويروحوا مضربين ناقصين احنا يعني. هم يجيبوا الدبابات ويضربوا في وشك من غير دبابات من فضلك. يعني هدي بوز الدبابه اهو. بلاش الدبابه. بلاش بوز الدبابه. في الجمال هيضربوا برضه. جميل انا مش فاهم حاجه. يا ريت تفهمني واحده واحده. الكبارات جايين. طب يجوا. اهلا وسهلا. هنخاف؟ هنخاف. مش هنخاف من حد يا استاذ. الكبارات ما هي كبار على نفسهم. اجمد امسك نفسك خليك راجل. ايوه حجمد امسك نفسك خليني راجل. اي حد يجي لي هاته على المكتب على طول. اي حد يجي لي هيخليني على المكتب على طول. انت هيفضل منك حاجه غير القميص والبنطلون ده. انت هتاكل علق. على رايك كده جميل انت خايف من ايه؟ اجمد كده وانت جعر. ياه نعكش خواجب صدرك. ايه خاف من ايه يعني؟ كسر ركبك. ايه الحمد لله. لازم ابقى لسه خارج يا ساتر. ده دوشه سودا اللي خرج ده. احم احم يا رب. انا لسه خلص من واحد عليا تاني. نعم احم. الدورة جنبنا يا سيدي. لا جنبنا ايه ده؟ الحمام جنبنا. لا ده هي ليه يا رب يا رب. نعم احم. تحت امرك. الحمام قلنا لك جنبنا ورا. لو سمحت والله العظيم ثلاثة احم فضلك. يا سيدي وبتحلف ليه؟ انا مصدقك. احم. انا مصدقك. صباح الخير. صباح الخير. صباع الموز. ايه هندخل صوابع لبعض؟ شكرا. هندخل صوابع خلاص. صباع الروز. صباع الديناميت. صباع رجلي الصغير. انت واكل عرس ولا ايه؟ صباع رجلي الصغير. قولي. ايوه. ده مكتب الهام عبد الله المحامي. تاجر نابوليا. ليه تليفون الهام عبد الله المحامي؟ ايوه هو الهام عبد الله المحامي. ده مكتب الهام عبد الله المحامي. ايوه الهام عبد الله المحامي. جميل. تحت امرك يا فندم. لا مش ده مكتب الهام عبد الله المحامي. ايوه يا فندم. جميل. تحت امرك يا فندم. يا ابني انت مالك؟ انا ببقى احيانا كده. خلاص انت بتتكلم ولا بتتغرغر؟ اتغرغر ايه؟ انا بقول لك ناس للنوف يش يا حرق. انا بقول لك يسأل وتقول لي جميل. اقول لك ليه اصب اوف يبقى مرة اضف بريك. خلاص في عرسة هنا في الجزمة. لا خلاص. ومتى دوست في حاجة؟ طيب انت الهامي عبد الله المحامي. لا اقول لك انا شرفي. بقول لك جميل. انا جميل يا فندم. تحت عمرك. انت جميل. ايوه يا فندم. انت جميل. انا جميل. انت عشان تبقى جميل لازم تبقى واحد تاني غيرك.
والنبي أرسل والنبي 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 انا جميل يا فندم. انت جميل؟ ايوه. ده انت غريب غرابه غريبه. ازاي غريب غرابه غريبه يعني؟ يعني انا ممكن تبقى اصل في واحد يقول لك جميل تقول له يا واحد مره جميل يبقى يقولوا له اصرف بقى راح ماسك السيره وراح رايح راس الله. هبهدلك يا لا يا رب لا يا رب. انا واحد يقول لي والتاني يجري يقول لي حيره السيره ولا لا. وانا هرب اقول السيره. انت بتبص على ايه؟ مش عارف. انت بتبص على الحته اللي بتبص فيها. تحت امرك يا فندم. ايه رايك بقى في اللي انا جميل يا فندم؟ بص جميل انت راجل عليك لا صراحه ممكن تقول لي بقى ونقعد مع بعض علشان نبقى في حلاوه صروف ليه انا طرطره. خلاص حلاوه صروف ليه انا طرطره. طرطره ايه اللي في صروف ليه؟ امال تقول ايه انت؟ قول لي انت وانا اقول لك. انا تحت امرك يا فندم. ايه رايك بقى نروق نفسنا شويه؟ انت بقى عليك دمك خفيف وزي السكر. انت زي السكر والنبي اديني عرفتين. هات انت خدت ثلاثه. هات اهي اهي قلت اثنين ماشي. والنبي انت زي ما تسال العسل. انت اللي زي العسل. والنبي دمك زي العسل. قول لي نكته. اقول لك ايه؟ ولا فزوره. نكته اقول لك نكته وفزوره. خلاص قول اللي في النص. اللي في النص تعالى يا اصلا ادي اللي في النص. ايوه النكته. ايه الفرق بين الاسبوع والموز والصحراء؟ مش عارف قول انت. الاسبوع في حد واحد، الموز في حدين، الصحراء ما فيهاش حد. بقولك ايه؟ ايه؟ واحد مونون على الاخر. مونون؟ راجع بيتهم فلقى عزا. فدخل على الراجل قال له البقى في حياتك هو مات النهارده امتى؟ قال له لا ده 40. قال له نهار اسود 40 واحد ماتوا؟ قال له لا راجل ده واحد مات من 40 يوم. قال له نهار يحوس ولسه دافنينه النهارده. وحشة وحشة النكتة دي وحشة. والله هجيب لك مصيبة. بص بقولك ايه؟ انا دماغي دلوقتي هايل هايل هايل. سيبني شوية. تحت عمرك. انا هايل. انت هايل. يا مجموعة البطاريق. ايوة. يا حلاوته. امر والنبي. امر. امر سعادتك. لعبنا كتير نشوف شغلنا بقى. تحت امرك يا فندم. الاستاذ الهامي. اشمعنى؟ احنا هندخل لبعض قافيه ولا ايه؟ عايز ايه سعادتك؟ استاذ الهامي عبد المحامي. في ميعاد سابق؟ لا مفيش. مفيش ميعاد سابق؟ ايوه. خلاص يبقى مش هينفع تقابله. ازاي؟ هو وراه اجتماعات ولا معاه حد؟ ما عندوش اي حد خالص. الله. طب امال ايه بقى؟ مش واجب ان انا اطمن؟ ايوه. انت عايزه في قضيه؟ ايوه. جنح ولا جناحات؟ جنح ولا خمسات؟ لا افضل ان انا ولا عنايات؟ افضل اكلمه بنفسي من فضلك. قضيه محرجه. ها ايوه مكسوف. ليه يعني كسب ايه؟ قضيه ادب. ايه امال ايه ادب؟ ايه يا راجل امال ايه؟ طيب خلاص لو سمحت والله العظيم مش عاوز شيء. ايوه ساعه الباشا كله شيء تمام. اتفضلوا خلاص. لا في كده شويه. ايوه اتفضل يا جميل. النيل. والله العظيم وحشتني. اهلا انا سفيفي حبيبي. ازيك يا جيم؟ ازاي؟ ها؟ مستر ميمون؟ وطلاقة البطاريق على جبال القلب السوسي. ازيك؟ ويعيش حيوان الباندا. هل يا جميل؟ نعم. انا جبت لك الناس الكبارات يا. يا اهلا وسهلا بيهم يا سيدي. حضر نفسك. احضر نفسي؟ ايوه. حاضر. دي مدام ايزابيلا. اهلا وسهلا مدام ايزابيلا. اونو. اونو. مينو. مينو؟ ايه دي؟ ايه في؟ ايه الريحة دي؟ كده؟ لا ريحة وحشة. أنا أول ما دخلت قلت لا ساحل. بجد في ريحة؟ لا في ريحة مش طبيعية. الريحة جاية منين؟ 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 قربت الريحة؟ الريحة منك صح؟ حلاوة المولد. ما ترفعش ايدك لفوق. الريحة بتزيد. ريحة وحشة خالص.
الو ايه ده الحلاوه ايوه من فضلك ابعد عني عايزه اتكلم هنا الو إيه ايوه من فضلك من ابعد عني عشان عايزه اتكلم الو من فضلك ابعد عني عايزه اتكلم ايوه من فضلك ابعد عني عايزه اتكلم بقول لك من فضلك ابعد عني عايزه 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 اتكلم ايه الراجل ده قطع نفسي ربنا يقطع نفسك ابعد عني عايز اتكلم الو صب. ايوه بس ابعد خالص بقى ايش خالص بقول لك بس يا رب محطوطه بس عيب فبلاط يا بلاط فبلاط يا بلاط الريحه جايه من الشمال انا شم ريحه الو ايوه يا حياتي في ريحه وحشه مش عارفه مصدرها وانت داخل يا ريت تحط كمامه منديل على مناخيرك هتخش تلاقي فظاعه هنا اوكي سي يو دارلين أبيات اتفضل يا أبيات اهلا اهلا يا سعاده بنت ايه ايه ده جودي اتخنق خنق جودي اتخنق مالك يا بيه ايه انا حاسس ان انا وقعت في بلاعه في ريحه وحشه صحيح انت حي طبعا حي يعني عايش عايش امال ليه ريحتك جثه مش فاهم جثه ايه جثه يعني مش... يعني مش عارف يعني ايه انت استحميت اخر مره امتى مش انا جدي قال الحكايه دي في كتب باين كتب ايه امال ايه ده انت ليه ممكن تكون استحميت لا انت ولا جدك ليه ايه ده ريحه وحشه انا ايهاب ايه اجي مكان مزفت ريحته زفت زي ده لا لا انا احتج على نظافه المكان انا لسه رشش حالا الجو بمعطر بنزين 90 بنزين 90 يا بنزين 90 وانا اقول يا ربي ايه الخنقه اللي انا مخنوقه خنقه مخنوقه آه. ده يا استاذ وايه الطين اللي في الارض ده مش طين القلاط لسه معمول بفنيك قلاط قلاط ايه يا قليط ده معمول بفنيك مش ممكن يا ربي القلاط يعني ايه قلاط انا مش ممكن كده انا بقول الخنقه اللي انا مخنوقه دي يا ربي لا من فضلك يا حبيبتي ابعدي عن مصدر ده مصدر فظيع ايوه وروح اقعد على الكرسي اللي هناك جديد ده لا يا شيخ لا 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 تجلسي بالسلام الله ايه ده في ايه الكرسي مكسور يا هاند كمان الكرسي مكسور يا ربي اقعد على كرسي مكسور ازاي ايه الزفت ده انا ايهاب بيه صاحب شركات ايهاب كل الاسكان والتعمير اسيب مجلس الاداره واجتماعاتي والهلمة دي كلها واجي في مكان حقير زي ده واتكلم مع مع معطف زي ده لا لا فيفي الحق يا فيفي الحق يا فيفي ايه معطف يعني ايه معطف انا مش معطف انت معطف مش انت معطف احنا بنتفاهم يا لسه فيفي مالكيش دعوه انت معطف 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 خلاص انا هحس كده بقى انا حبابه ايه حبابه ايه ده يعني ايه حبابه انا يا هانم حبلغ هتبلغ مين هبلغ الاستاذ الهامي بان مجموعه البطاريق وصلت ايوه ايوه ماشي انا تحت امركم والنبي بعد كده على الوش عامل زي الدومه ده معلش معلش ابعد عنه يا سيدي اما يقول كلمه السر كلمه السر حاضر يا اخويا واك واك كده عبيط رسمي رسمي كلمه يعني. السر واك 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 ده كلمة السر اف اف معقول ده؟ اه والله ريحة فظيعة بشعة ما شفتش كده يا ربي. أنا مش متفائل خير بالمقابلة اللي احنا هنعملها دي. بالعكس يا حياتي أنا شايفة إن أنا متفائلة. ليه؟ أنا شايفة إن المنظر بشع. شايف الحيطان؟ شايف شايف نشعة مية إزاي؟ شوف المكان مقرف وريحته مقرفة إزاي؟ أيوة. تخيل لما محامي يعيش في الريحة الوحشة دي فجأة يشم ريحة فلوسك هيعمل إيه يا حبيبي؟ هيبوس إيدك صدقني. بالظبط يا فندم. وفي المحكمة مش هيقدم أي إسبادات ضدنا وبالطريقة دي هنكسب القضية وضم أنا قضية جديدة لملف خدمتي اللي مفهوش ولا قضية انت بتقول إيه؟ مش ربي يا ربي أنا يا مش متفائل خير وأرجو أن الأمور تتم بالسهولة اللي انتوا بتقولوا عليها دي يا حبيب قلبي الأمور كلها هتمشي بالقانون مدام المحامي بيقول أن الراجل ده هو ذكي جدا وعبقري يبقى لازم كل أمورنا تمشي بالقانون أيوة فندم طبعا طبعا يا ريت تتحل بسهولة حاسب يا حبيبي اهو حاسب عشان الكلام صباح الخير اهلا صباح الخير يا متر اقدم لك نفسي انا المتر الكبير ميمون ديب الحنس دبلوم تجار ايه ايه يا حبيبي يا ربي يا ربي يا ربي هيفضحني هنا اكيد اكيد عارفني كويس هو في محامي ما يعرفكش اكيد طبعا عارف انا بشتغل مع مين
مين ما يعرفش إيهاب بيه صاحب مجموعة شركات إيهابكو للإسكان والتعمير، وأظن حضرتها المدام إيزابيلا صاحبة المشروعات الخيرية الكبيرة قوي. أهلا وسهلا. هاي متر. أهلا وسهلا. يا ترى أقدر أساعدكم إزاي؟ ممكن نقعد في الأول؟ اتفضلوا استريحوا عشان الكراسي اللي هنا مكسرة، لكن لازم نقعد عشان يبقى في برستيج. ضروري تساعدنا طبعا، وانت لو ما كنتش هتساعدنا ما كناش جينا لك. احنا الحقيقة ايه يا حبيبي؟ انت بتاخد فلوس على قلبك قد كده عشان تسيبني انا اللي اتكلم؟ اتفضل اتكلم. استنى يا احمد، اتفضل 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 تحضر. حضرات الشهادة المستشارين. شهادة ايه؟ شهادة؟ احنا في المحكمة يا حبيبي. من ناحية انك تستاهل تصرف فينا لازم تبقى واخد بالك يا متر ان احنا بنسقرها وكلنا لكنها سلاطينه وحاجه شرفها على صدق وعلى شرفي انا سلط ولا كان سلط والله على ما اقول سيدي. ايه ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ انت فاهم نفسه بيترافع في المحكمه. خلصت يا متر؟ ما انت فاهم، ما انت من ناحيه تقدر تساعدنا تقدر تساعدنا اكيد، والا ما كانش ممكن ايهاب بيه والمدام ايزابيلا يقولي هنا، خصوصا واحنا خصوم في قضيه ارض عم كتكوت. ايه اللي بتقوله ده يا متر؟ مفيش اي خصومه بينا خالص. انا ما اقصدش خصومه شخصيه يا مدام، ولا الراجل الفلاح اللي اسمه الكتكوت ده مفيش بينه وبينه اي خصومه يا متر. لا دي بقى محتاجه لتفسير. لا التفسير موجود عندي، وممكن المتر يفسر لك وممكن جوزي يفسر لك. على بال انا ما اتمشى شويه في الجنايه يا فيفي. ايوه تعالى يا فيفي. ايوه ست الكل. ايه من فضلك؟ ايوه انا عايزك تندهلي الولد ابو ريحه، الواد البطريق ده. ايوه حبسه جوه. البطريق هات. يا بطريق. ايوه يا بطريق. كده كمل كده كمل. انت كمل انت انت حاسس انا انت سكر يا انا 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 يلا يلا ما تحركيهوش الريحه بتزيد في الحركه. موافق؟ ما اقدرش اسيب الاستاذ اللي عامل وسطيكم. انا بتفاهم يا انسه فيفي، مالكيش دعوه انت. وانا هنفتك ليه؟ جميل، مفيش مانع تروح معاهم الاستاذ ايهاب والمتر ميمون، عايزين يقولوا لي كلام على انفراد. وينفردوا بيك ليه؟ ينفردوا ليه؟ هنقتلك يا خاله تفيله. استني معلش يا جميل، روح معاهم. حب تعال تعال يا بطريق تعال. انت يا عسل تعال. ايه هتفسحني؟ ده انا قاعد العربيه والكتف ده زاد. أيوة. والكتف ده ميه والعربيه اول حمار موجوده. ايوه ايوه يا الجوز الخيل بام بارارن اول عربيه بام بارارن اسوق يا اسطى على الحق ناصر حيل الجوز الخيل. تعال تعال. ايه يا حبيبي انت فاكر نفسك عبد السروجي؟ في ايه؟ مش عارف كده كده فضلك. خلاص احنا قعدنا مع الراجل اهو عايزين نتفاهم. ادينا بقينا لوحدنا ونقدر نخش في الموضوع من غير لا لف ولا دوران. لف ودوران مش اسلوبنا يا متر. ايوه علمك ايهاب بيه عنده عرض مغري ليك، عرض مستمر ربع ساعه بس، فكر فيه كويس. طب نعرفه من باب العلم بالشيء. ماشي. انا العرض اللي هقدمه لك زي بقيه عروضي كلها، فيها فايدة للجميع. أنا أحب أفيدك وأحب أستفيد، ويا بخت من نفع واستنفع. اوعى تفتكر إن أنا وصلت للي أنا فيه ده
بسهولة. لا ده انا نحط في الصخر لغاية ما بقيت ايهاب بيه صاحب شركات ايهاب كل الاسكان والتعمير. حربوني ناس كتير وانا حاربت ناس كتير، بس في الاخر انا اللي انتصرت بدليل ان انا اللي موجود وهم كلهم راحوا. الارض اللي انا اشتريتها دي دفعت فيها مبلغ خرافي، مبلغ يتعدى 6 صفار بكتير، مبلغ خيالي انت عقلك ما يقدرش يستوعبه. الارض دي لو راحت مني ابقى خسرت خسارة عمرك ما تتخيلها. دي خسارتك انت وخسارة عم كتكوت. عم كتكوت انا اشتريت الارض ومن ضمنها ارض عم كتكوت. غلطة، غلطة كبيرة قوي. ازاي تشتري ارض عايش عليها ساكن بقاله اكتر من 35 سنة؟ الارض دي معاك حق انها غلطة، بس لازم تعرف كويس قوي ان انا شاريها بعقد رسمي. يعني الارض دي ملكي انا. 100 فدان اللي انت اشتريتهم دول كوم، والاتنين فدان بتوع عم كتكوت دول كوم تاني. قانونا الارض دي بتاعت عم كتكوت من غير اوراق من غير مستندات، لانها ارض بوضع اليد. طب والحل ايه تفتكر انت؟ ايه الحل من وجهة نظرك؟ نتراضى. ازاي؟ ادي كتكوت فلوس نراضيه عشان يراضيك هو راخر. يعني هو كان هيعرف يدفع لك اتعاب. عم كتكوت راجل غلبان على قد حاله وما اعتقدش انه هيدفع اي حاجه. خلاص يبقى اتفقنا، لو كتبت لك دلوقتي شيك ب50,000 جنيه يبقى الوضع ايه؟ دول نظير ايه؟ نظير تفتيح مخك في المحكمه. دي اسمها رشوه. مين رشا دي؟ انا ما اعرفش. لا لا، رشوه رشوه رشوه. في حاجه اسمها رشوه؟ طبعا في حاجه اسمها. يعني لو اصحى يا توتو، اصحى يا حبيبي، الراجل بيقول عليا بقدم له رشوه. اما حلمت حلم ساعه الباسل. حلم ايه ده وقته؟ اتفضل. بيقول عليا مرتاح برشيه. ايه اللي بتقوله ده؟ اتفضل. ايه الكلام اللي بتقوله؟ ايه الرشوه ده؟ ايه يا راجل ده اللي بيحصل واللي بيقوله ساعه الفيه ده مجرد تعاون؟ ايه يا راجل؟ ده الشاي بتاعك. شاي ب50,000 جنيه؟ 50,000 جنيه شربه حد شاي الايام دي؟ يا راجل لا ما عندكش حق يا هبي. لا زودهم له شويه ساعه الباسة. يعني 75,000 جايز يحب يشرب قهوة. أيوة 75,000 جنيه. آسف يا إيهاب بيه. والله عنده حق. والله عنده إيه؟ معقولة كده بس عنده حق؟ لا خليهم 100,000 جنيه جايز يحب يشرب كاكاو. أيوة 100,000 جنيه. 150,000 جنيه. أنت هتشربه سحلب يا حبيبي. أيوة سعادة الله. لا 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 150 كتير. واحدة واحدة عليك. ماشي 150. يلا قول له 150. ما تتعبش نفسك يا هبي. طب بقول لك ايه، اخر عرض هقدمه لك 250,000 جنيه، ربع ارنب. قلت ايه؟ ولو 100 مليون جنيه. عمرك ما هتقدر تفهم اني ما اقدرش ابيع. وفلسفه كدابه. فلسفه كدابه ازاي يعني؟ يعني فلسفه وهي ماشيه بتكذب. في ايه يا اخي؟ يعني عم كتكوت راجل غلبان، ما تجرش على ارضه. انا مش هجور على ارضه، انا هعوضه بارض احسن منها. لكن هو عايز ارضه، ارض جدوده. يبقى بني ادم غبي. ما اسمحلكش تتكلم عنه بالشكل ده. انت كمان اغبى منه. حاسب على كلامك. انت اغبى منه. وانا هاخد الارض دي، يعني هاخدها وانا عارف سكتي كويس قوي. وكتكوت بتاعك ده ما يهمنيش، واي حد يقف في سكتي سواء انت او كتكوت انا افعصه برجلي. انت بتهددني. انا ممكن اعمل لك محضر في الاسم دلوقتي. اولا محاولة رشوة، ثانيا تهديد. اجيب لك بقسومات وشاي بلبن عشان الصبح كده تصحى وتبقى حلو يعني ولا ايه؟ اما حلمت حلم. حلم الله يخرب بيتك. اتفضل، الاستاذ هيعمل لي محضر تهديد. ايه ده؟ ايه اللي بتقوله ده يا مت؟ تهديد ايه يا راجل؟ ده احنا انت اللي طلبت الرشوه وانت اللي هددتنا، وعندنا ناس شاهدين بعينيهم وودانهم وسامعين بمناخيرهم وكل حاجه عندنا وسامعين تماما ان انت بتهدد الراجل الطيب الورع ايهاب بيه صاحب الشركات ايهاب، واحنا اللي سامعينك انك بتهدده. انت لسه ما تعرفنيش يا شاطر. انا ممكن اضيع مستقبلك اللي لسه ما ابتداش. انا ممكن اذيك اذيه عمرك ما تتصورها. اطلعوا برا. لا 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 لا. العب على قدك يا شاطر. اللعب مع الكبار مؤذي قوي وانت ما تعرفش نهايته ايه. خساره. عمرك ما هتقدر تفهم حاجه، لا انت ولا هو. ولا هو. ايه القلاط؟ امال لو كان ليه شعر كان عمل ايه ده؟ صح يا سعادة البيه. على رأي المثل، لا تصاحب لأقرع ولا تاخد منه نصيحة. لو ربنا بيحبه كان ساب له راسه صحيحة. أيوه. وقال إحنا جايين له. أيوه.
الجايين له نشوف مساعدته. ايوه سعادتك. معلش. قال جبت الاقرع يونسني قلع راسه وخوفني. لا 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 هي مش كده برضه ولا وبعدين معلش معلش شباب شباب والسكينه سرقاه السكينه سرقاه والسكينه هتفضل سرقاه لحد امتى؟ لا يا فندم شباب السكينه سرقاه لكن السكينه دي تعدي على رقبته وعلى رقبتك انت كمان وعلى رقبه اي حد يقف في سكتي. الارض دي انا دفعت فيها كتير والمشروع اللي هعمله ده هيخليني فوق هيخليني اعلى واحد في البلد. الارض دي ارضي وانا هاخدها يعني هاخدها ومن دلوقتي الارض دي ملكي انا. خد خد يا اخويا بر نفسك خد. هات كل يا كود كود دي جبنة. حطيز وك حطيز تس حطيز تس يا راجل ملك يا اخويا مسروع على الوكل دي كأن الوكل هيطير من قدامك. ما هو الوكل ده يا عبيطة سبب جوازي منك. كيف يا راجل هو السبب كيف؟ أقول لك إيه الحكاية. إيوه الحكاية دي حصلت من 20 سنة فات. إيوه احكيلي احكيلي وهمنا للوقت. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا كنت ماشي يا ستي جنب الغيط بتاعكم. إيوه فجأة شميت ريحة وكل دخلت نخشيشي فضلت ماشي ورا الريحة لحد ما وصلت باب داركم. وبعدين سمعت صوت عجيب غريب بيقول لي اهلا وسهلا ازيك يا ابني. بصيت حوالي ما لقيتش حد افتكرتها عرسه رحت خالع البلغة من رجلي وباقي اضرب لقيت بوكي راكب وزه هو ابن الخبيثي قال لي ايه انت جاي تخطب صالحة؟ قلت له ايوه يا بوي. قال لي تعال ومن يومين دخلت بيتكم وطلعت بيكي وبطبيخك. اخسى عليك اخسى عليك يا كوتكوت انا صوت ابوي كيف الزمارة لا كيف العرسة بايخة حكاية بايخة وملتوتة زيك. خلاص عم كتكوت ازيك عم كتكوت اهلا ازيك يا صاحبي مترين وسهلا ازيك كيف حالك يا ميت صحيح اللي سمعته من خضرة ده اتخانقت مع احمد ابن درويش تاني يا خضرة دي عاملة زي الراديو الخربان مفوت على بعضه مفيش كلمة في البلد دي تستخبى لا مفيش حاجة تستخبى ابدا. على العموم ما تكبروش الموضوع احنا اهل البلد عاملين زي مصارين البني ادم تتعارك مع بعضيها وبعدين تحلو وتروح بس دي تالت خناقه ليك في اسبوع واحد يا عم كتكوت اعمل ايه يا متر الهامي البلد كلها مش طايقه لي كلمه كلهم ضدي ما اعرفش ليه مش عارف قلبي مش مطمن عليك خالص عم كتكوت لا على ايه ما تكبرش الموضوع كتير حاسس كده كان في واحد ماشي وراك في البلد عمال بيسوق في سمعتك ويعمل لك مشاكل مع جيرانك يا راجل مش للدرجه دي خليها على الله لا يا عم كتكوت للدرجه دي واكتر لا اليومين دول بشوف الرجاله بتاع شركه ايهاب شغالين في الارض كان مفيش اي مشاكل بينك وبينهم على حته الارض دي وميمون ورجالته سرحين في البلد كلها وخصوصا الجدع اللي اسمه فيفي ده وهي يا اخويا الست فيفي العايجه المتعايجه لسه بتيجي نواحينا ايه مرتي قالت لك فيفي هتقدر تعمل ايه ميمون ده عم كتكوت ميمون دي بالحنش محامي تعبان اسمع على مسمى عمره ما كان محامي نظيف او شريف دايما بيكسب القضايا بالغش والتزوير بيدور على ثغرات القانون عشان يقلب الحق باطل اسمع يا ميت اذا كان هو دي بالحنش انا كتكوت مزارع ايوه وفاشه اي حد يقرب لي هطير دماغه ارجوك يا عم كتكوت بلاش عنف أنا ما حلتيش في الدنيا دي كلها غير المرة دي و
والارض دي واي حد يقرب لهم. اخلص يا وليني. اي حد يقرب لهم هطير دماغه. ارجوك يا عم كتكوت، هم عينهم على الارض، عايزين الارض. لو حصل اي حاجه بلغ المركز واتصل بيا وانا هتصرف. اطمن، حط ببطنك بطيخه صيفي، ربنا معانا ولا يمكن حد يقدر ياخد مني الارض. ونعم بالله يا عم كتكوت، بس ارجوك بلاش مشاكل مع اهل البلد، خصوصا مع اللي اسمه حميده ابن درويش ده. خلاص، انا بعد ما الجو يهدى كده هروح احب على راس حميده ولا تزعل. ربنا يطول لنا في عمرك يا عم كتكوت. يا انا اتاخرت قوي يا دوب، على ده دايما مستعجل كده يا بنت. معلش انا هشوف الشغل اللي عندي دوت وبعدين هبقى اطمن عليك. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا متر الهامي. اقعد اقعد يا كتكوت، عايزك في كلمتين. سامي سامي المتر الهامي بيقول لك ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول لك حط عقلك في راسك، تعرف خلاصك يا اخويا، فهمني؟ بلاش يا اخويا تعمل مشاكل مع اهل البلد اليومين دول. سامي ويكون في علمك يا كوتكوت اللي مصبرني على الجوازه الخايبه دي فدنين الحار. ايه خايبه انا وليه يا جليله العصر؟ هي والجوازة الخايبة فدرينا الأرض اللي حيلتك. اه متجوزانا عشان فلوسي. اها فلوس ايه يا ابو فلوس؟ لو راحوا منك يا كوتكوت هعمل زي أهل البلد واجلب عليه بالإذن، هروح أجيب لك كوباية شاي. ايه الحكاية؟ أهل البلد كلاتهم ضدي، مش عارف أعمل إيه، وكمان صفحة قلب عليا خزوج لا تسمني. أيوة ممكن تحط لي السم في الشاي، أنا هاخد حذري وأبطل شرب الشاي. اشرب يا كوتكوت. لا اشرب يا كتاكيت وبني. لا يا صفحة لا صبحة. ايوه اي كليو، تعالي هني تعالي هني. اكبوا كل مكان، من نمر الى فيل، من نمر الى فيل، اكبوا كل مكان، اعلى الجبال واسفل الوادي وبين السهول وبين السرات وسكنات المعادي وحلمية الزيتون وكل خط حلوان، واي حركة اضربوا في النسوان. الامن مستتب، ايهاب بيه يقدر يتفضل. ايه ده؟ مش ممكن مش ممكن، الطين والهباب ده، ايه ده؟ جميع انواع الحشرات شفتها. ايوه دبان، ناموس. وايه الناموس الغريب ده؟ أيوة ده مش ناموس، ده جاموس. صح. لا 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 لا، والناموس عامله زي القطه. الناموس والله مش بتزن، بتنونو. بتنونو. داخله على واحد فلاح وبعدين لقيتني، قالت لك بهاش دم جديد. تعالى اوعى زقته ودخلت. لا 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 لا، والناموس كوم يا فندم. اه والبعوض كوم. ما هو الناموس هو البعوض يا فالح. لا 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 لا. ايه الناس دي قادره تعيش في الطين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تباشير ده ولا ايه؟ مش عارف. لا ده يظهر. الله. اه افتتني انت كده. فهمت خلاص. ايوه لا لا لا، اما ممكن تبقى او لا لا، مش ممكن. الناس عايشه في ده ازاي؟ ايوه عايشين كده ازاي؟ مش عارف. ناس غلابه. ما اتولدوش وبقهم معلقه من ذهب. وانا كمان ما اتولدتش وبقي معلقه من ذهب، بس كمان انا قدرت اطور نفسي ابقى. ما علينا، انده لل انده للراجل اللي بيصوصو. ايه الراجل ابن الفرخه ده؟ ايوه ايوه كتكوت. كتكوت ايوه. لو سمحت والله العظيم ثلاثة ممكن تديها لنا كتكوت؟ حاضر يا باشا. اديها لي كتكوت. يا عم كتكوت. مين؟ انا فيف. مين عم بينادي؟ ها مين هناك؟ انا فيف يا عم كتكوت. فيفي؟ ايوه. جاية ترقص يا فيفي؟ ارقص يا اخوي. ارقص يا عم كتكوت. انا فيفي. فيفي؟ ايوه. بس شكلك كده كارف راجل. امال انا ايه؟ انا شعرفني فيفي دي راجل ولا مرة؟ اوعى بقى بص وراك. مين؟ ايه؟ خلبوط. خلبوط ايه؟ ايوه اللي بيلخبط الكلام يا راجل. ما انت لو سمحت والله العظيم ما تبقى شوف. لا والله بص لا ما. خلاص ايه دي؟ عرفه بنفسك. اعرفه نفسي انا. لا لا لا، الاستاذ
كيلو سمسم. ايوه ميمون عرفتك يا ميمون. ايوه عارف عيلتك كلها. عارف عيلتك علي نسناس وحسن غوريلي. ايوه وموطنكم قصد حديقه الحيوان الجيزي مش كده؟ لا لا بص يا كتكوت. ميمون كتكوت ميمون تخافش كده. حاضر مش عايز كده ولا كده؟ فهمت يا كتكوت؟ لو سمحت عليا سمحت عليا عايزين ثلاثة؟ لو سمحت عليا طلبت ثلاثة. بص يا كتكوت لو عملت كده اغرقك في المسعى كتكوت والله انت في ريشك. جدتك اسمها ايه؟ جدتك ميمون. جدتك اسمها ايه؟ وزة. باباك يقول لمامتك تعالي لي يا بطة. خلاص يلا عجين الفلاح. بص انت مش عارف انت البيه موجود. ايهاب بيه. ايهاب بيه صاحب شركات ايهاب كل الاسكان والتعمير. ايهاب بيه. يا اهلا وسهلا يا ايهاب بيه. اهلا اهلا يا ايهاب بيه. تحت امرك يا ايهاب بيه. وانت تبقى مين بقى؟ انا يا سيدي. استنى استنى انت يا كوتكوت استنى حكي مانا. خلاص خلاص يا اخويا مرات اتفاجعت منه. ايوه عايزة تطولي دورك. حضرته يبقى كتكوتكو كتكوتكو الفلاح ابن عم مزارع. عم مزارع ابن عم السيد سيدي رومي الله يرحمه صاحب الارض دي كلاتها على سني وروم. ايه دي بعد الشربات. حاضر. طب يعني سعاده البيه عنده فدادين ما تتعاد. ربنا يزيده. وعنده حسابات كتيره خالص في البنك يا اخويا. ربنا يزيده. واصل. ربنا يزيده. او يزود اراضيه. ربنا يزيده. عشان كده عشان اكتب رمضان. انا في شارع محمد علي في ايه مالكم؟ ما زيها سعاده البيه علشان يزود اراضيه يا اخويا. ربنا يزيده. علشان يعمل اكبر مشروع سياحي في مصر ووجه ابني كلاته. ربنا يزيده. علشان كده رافع قضيه عشان يطردك من الارض. اطرد من الارض. ربنا يخرب بيت يا ولد. ياه خلاص سيفي. نكتب. لا شوف يا كتكوت. ايوه يا بيه. انا راجل احب الخير للجميع. ربنا يفتحها في وشك يا بيه. انا راجل احب انفع واستنفع. ربنا يفتحها في وشك يا بيه. عشان كده انا هطردك واخد ارضك. ربنا يفتحها في وشك 30 غرزه. قول يا رب. يا لهوي. خلاص يا فيفي. نكتب. لا خلاص يا فيفي. تعال يا فيفي افتح الشنطه. افتح الشنطه يا فيفي. اتفضل يا باشا. ولا يهمني افتح. شفت الفلوس دي؟ فلوس. ايوه اتفرد. ليه؟ سيب ارضك وتاخد الفلوس دي. اقفل شنطتك يا فيفي. انا مش هفرد في ارضي يا ابوي. فرطت في ارضك ليه؟ لان الارض دي عرض يا بيه. واللي يفرط في ارضه يفرط في عرضه. غبي غبي وما انتش وش نعمه. فيفي ايوه اقفل الشنطه وتعالى ورايا. غبي فيفي ايوه الحمد لله. عفرم عليك يا عجبتك يا بنت. عفرم عليك يا بعلي. بقول لك ايه؟ ايوه يا كتكوت. يلا بينا نسطح على الفرن شويتين. عالفرن؟ يلا يا بنت. حاضر. قدامي. حاضر. ممكن افهم بقى ايه الموضوع بالظبط؟ تعالي استني اتفضلي. اجي فين؟ تعالي بس هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. اجي فين؟ انا عايزة افهم انتوا وصلتوا لايه انتوا الاثنين؟ ايه يا فندم والله إيه؟ احنا عملنا اللي علينا والباقي على 9 اشهر. هي حالة ولادة يخرب بيتك. ايه يا فندم اضطرينا نضحي بالاب والام والدكتور عشان الجنين يعيش على راحته. جنين ايه اللي يعيش على راحته؟ انا مش فاهمة حاجة. هيتخلص من ابوه وامه بقى ويشتغل لوحده. ربنا يوفق الدنيا على بعضها. اسكت لا بلاش تمط جوزك ده. لا بلاش مط جوزك دي عشان انا بتضايق منك. انا بقول لك اهو. انا بعز ساعتك. انا بقول لك اهو دلوقتي انت وهو بلاش. عارف لو تمط جوزك هتجيلك في جوزك.
اللي يديني بوزي ابوزه. لم نفسك عشان عيب. تحت امرك يا فندم. عايز افهم يعني انتوا ما وصلتوش لاي حاجه خالص؟ ما عرفتوش تحلوها؟ البركه فيك يا استاذ. خلاص سيبني انا اما كنت اجننهم ما بقاش في زابيلا. يلا روح انت حلو، بس اهم حاجه تبقى ايه؟ ها يلا. يخرب بيتك، ده هيرعشني اكتر ما انا مرق. يا اختي عليك وعلى كمالك، يا اختي عليك وعلى حلاوتك. مالك يا روح زعلان؟ بتقول ايه؟ الريحة وحشة؟ انت شامم ريحة وحشة عاملالك اضطراب؟ يعني انت عصبي؟ حياتي معقول يا روحي؟ اختي عروسة حلاوة. ايه اللي ورايا دي؟ في حاجة ورايا لونها احمر، في حصبة واقفة ورايا. لا يا ربي، في ايه بالظبط؟ هي حياتي مالك؟ انت عصبي وما انتش حاجة. ممكن افهم اللي انت شايلاه؟ نزليها في الارض، نزليها. لا، لما تنزل المعزه اللي انت شايلاها دي الاول. لا لا لا، دي مش معده، ده بوبي اسمه لاكي. لاكي ده انت هتجننيني ولا يعني فكران حمار؟ دي كلب حتى بالاماره بيهوها. هو كلب بيهوها بس اسمه لاكي. لاكي ده ايه يا ست انت؟ لاكي ده ايه؟ دي كلب حتى مش بلدي، كلب كده مايس وكارف على قططي. ايه كارف؟ كارف ده ايه؟ كارف ده انا معرفش الحاجات دي. يا سوسو، سوسو ده ايه؟ ده كلب تاني ده ولا يخرب بيتك؟ انا بوبي، انا ولا تزعلي نفسك يا حبيبتي. خدي لاكي وانزلي فتحيه في الحدائق. اوكي يلا يا حياتي، العالم دي ناس مش مظبوطه. وايه ده؟ ايه الفشخره الكدابه دي؟ ايه الفشخره دي يا كوت كوت يا كتاكي؟ تعال يا اخويا الحمد. تعال يا تعال يا اخويا، شوف اللي بيحصل في الحوش. تعال. في ايه يا صفحه؟ في ايه؟ ايه دي؟ ايه دي؟ مال ميمي جمال؟ لا مني مال. لا اوكي، ايه ده؟ وازاي يا ابو عادل؟ بس لم نفسك. يا بختك يا ابو عادل. الراجل جرم. بقول لك ايه يا عم كتكوت؟ ايوه اهلا بيك. انت عارفه اسمي؟ اسلام. ده انا جاي على الريحه. ايه ايه؟ عارفه اسمك مظبوط يا حبيبي. ايوه يا ست الكل، ما شاء الله والله انت عليك جميله. ربنا اتلم يا كوتكوت، اتلم احسن والله العظيم. لا لمه كاتك نيله، امشي كده وانت تعلمي العفه. يا عم الكتكوت دي عسل. ده انت اللي عسل. عسل ابيض مصفي، عسل اسود ومهبب ومكسر على بابك يا كتكوت. يا بنت مرحب بالضيف. اتلم يا اخويا. مالك يا اخويا فضحنا كده قدام الخواجات؟ فضحت بجميل. تعالى يا كتكوت. ايوه يا حبيبي. تعالى يا كتكوت. ايوه يا حبيبي. انا اصلي جايه مخصوص. يا بختك يا ابو عادل. بس لم التنك، لم التنك يا بختك. بس خلاص انا جايلك مخصوص يا كتكوت. جايلك؟ ايوه جايلك. انت اني انت بالذات بقي سايبه حسن مصطفى. ايه الكبار الراجل المحترم هذا وسايبه البلد كلها والعمارات العاليه والعربيات الكبيره دي وجايلني؟ ايوه جايلك انت مخصوص يا عم كتكوت، وعايزه منك خدمه. اني تحت امرك، اني خدام خدامين اللي يخدموا خدامين ابوك. شوف بقى اما اقولك، انا فرحانه. اني كمان فرحان قوي. انا مبسوطه. اني كمان سعيد. انا حاسه ان الجو هنا جميل، وان الجو هنا جميل قوي. اقعدي. واني حاسه ان المكان ده مريحني، مريحني جدا. خلاص اقعد يا حبيبتي. ايه رايك يا عم كتكوت؟ إيه؟ لو انا قعدت هنا واديت لك مكان البيت ده فيلا على النيل. تديني فيلا؟ لا مش اديك فيلا بتاعت الازازه، اديك فيلا. فيلا يعني يا عشه زي دي على النيل. بس عشه ايه بقى؟ عشه مبنيه. اه
مبنية بالطوب الأحمر وفيها موبيليا حلوة وستاير تجني، وادينك الفلوس اللي نفسك فيها عشان تشتري كل اللي نفسك فيه، وكمان المدام بتاعتك هخليها تلبس وتتشيك. هلبس وتشيك وتبقي زي القمرايه. صحيح يا هاني. صحيح وحياتك، وتبقي فشر نجوم السينما. وده ليه؟ اقول لك ده ليه؟ ليه يا مدام؟ عشان كان نفسي يعني تديني الفدانين بتوعك يا عم كتكوت. هي كتير الحكايه. هي الحكايه. بصي يا مدام، انت تقعدي هنا على عيني وراسي اشيلك على كتافي، لكن تاخدي ارضي لا 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 لا. اخسى عليك بقى، مستخسر فيا فدانين تشين الطين. دول ارضي. عرضي عرضي يا راني. اخسى عليك، ده انا هخليك غني، هخليك تسيب البلد وتنزل مصر، هخليك تعيش عيشه عمرك ما حلمت بيها، وانتي هخليك تبقي نجمه، نجمه في السينما والتلفزيون. خلاص يا حان، خلاص خلاص. اذا كان الكلام ده مظبوط خديني معاكي والنبي تاخديه. تعالي معايا، خديني معاكي الباندا. خشي جوا. عايزه اروح مع خش اتحشمي. حاضر. هشمك هتكتيلي. خشي. حاضر. خشي جوا. حاضر يا اختي. حمش. بقول لك ايه يا بيبي؟ نعم. عايز ايه بقى؟ البنت صفحه بتخرج الصبح تروح السوق. هي بتروح السوق. انا مال؟ ايوه انا ببقى لوحدي هنا في العيشه. انا مال انا تقعد لوحدك ولا ما تقعدش؟ يعني تيجي حضرتك كده اعمل لك كوبايتين شاي حلوين في الخمسينة. خمسينة في عينك راجل. أيوة. قليل الادب وعينك خضرة ووحشة يا سيدي. ليه؟ شوف اما اقول عشان تبقي عارف. أيوة. الكلام بيني وبينك على بياض. الراجل جوزك ده مش حلو والله. ليه؟ مش حلو ابد. عارفة بيقول لي ايه؟ بيقول لي قال ايه؟ انك انت بتخرجي كل يوم الصبح تروح السوق، وانه بيفضل قاعد لوحده هنا في العشة وعايز يعزمني على كوبايتين شاي في الخمسينة. اتلمي يا كوت اتلمي لحزن لنتك اللي بيحبك. ايه تصرخي كده ليه؟ اتلم. اني غلط شريف. هي نيتها سيئة. شوف يا اخت الرب، اتكل على الله طريقة اختر. الناس لبعضيها مدام. يا عم روح اتكل على الله. مالكيش مصير. اتفضل قدامي. قدامي. راجل دمه زي العسل. ما انا السلك ضربني. انا من اول الروايه والسلك ضربني. الراجل ده يا اختي ماله ومال؟ قال ان سيبه السودا. الراجل قال ايه؟ قاعد لوحده في العشه وحاطين شاي. ده ايه ده؟ ده المكان ريحته طين والله، ريحته تراب. انا مش قادره الان. ايه ده؟ جننوكي؟ بتكلمي نفسك ولا ايه؟ خلاص خلاص. في ايه الطين اللي انت بتتكلمي عليه يا ده؟ حبيب قلبي مش نافع الكلام معاهم، مش نافع. يظهر ان احنا هنضطر بقى نعمل الطريقه الثانيه. انا ما كنتش عايز نوصل لكده ابدا. نعمل ايه يا حبيبي؟ ما هم اللي اجبرونا لكده. نعمل ايه؟ هاسف يا هادي. نعم. حاسب معلش. ايه ده؟ في ايه؟ عندها الحصبه؟ لا لا معلش، هي بتمشي. بص بتمشي اتجاه واحد. حاسب هاني. ايوه انا. قولي قولي لي الحقيقه. شبه عيبه الصلصه. معلش مش ممكن. قولي لي الحقيقه يا هان. قولي. كنتي عم بتهزري ولا كنتي عم تتكلمي جد؟ تقدري تاخديني معاكي البندر؟ بندر رتب بندر. يا راجل يا راجل ده خانقه. يا راجل ده خانقه. السكه دي كويسه امشي فيها. انت بتتكلم امال ايه؟ يعني ممكن يجي. يلا 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 يلا. اسكتي اسكتي. ده انت ممكن تبقي بطله، بطله في السينما، تبقي نجمه، نجمه كبيره، تشتغلي في التلفزيون وفي السينما. صحيح صحيح. انت مش حاسه بنفسك؟ انت حلوه. انت ستايل. انت تحفه. تحفه امال. اني تحفي الا لا لا. اني تحفي الا لا لا. اني تحفي الا لا لا. عايز ايه؟ طب بقول لك ايه؟ بصي انا هتكلم مع سعاده البيت. بس انت ما تبطليش، خليكي شغاله عادي. اني تحفي. يعني تقولي اني تحفي اقول لك الا لا لا. يلا يا ماما قولي. اني تحفي الا لا لا. اني تحفي الا لا لا. اني تحفي الا لا لا. اني تحفي. السكة دي كويسة، احنا عايزين نسحبها بعيدة عن هنا عشان يعرف ننفذ حاجات كتير. تاخدها معانا مصر؟ هقولك عليها بعدين. اوكي. مش ممكن بقى. لا بجد والله العظيم. لا 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 لا.
مش ممكن واحدة زيك انت في جمالك وفي شياكتك تقعد في التراب في الطين ده. انت لازم يا حبيبتي تعيشي في فيلا، تعيشي في قصر. أني طبعا لازم تقعدي جنب حمام سباحة، يبقى معاكي موبايل واطلع في التلفزيون وفي السيمة، وتطلعي في التلفزيون وفي السيمة. ها خلاص، انا هطمن لعم كتكوت وهروح اقول له ان هسيبه واجي معاكم على البندل. لا 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 لا، كتكوت ده راجل راجعي، لو انت قلتي له هيقف في طريق مستقبلك. استني لما تيجي معانا وتبقي نجمه كبيره، في الحاله دي هو هيجي لغايه عندك. ايوه اسمعي الكلام، انا هاخدك معايا تعيشي معايا في القصر الكبير. بيطل على حمام سباحه، ايوه فساتين، سواريهات، امال تلفزيونات، فيديوهات، أمال مسارح، مجلات، سواقين، عربيات. شوفي هتبقي نجمة، انشاط فلايات. لا مفيش انشاط وفلايات، طبعا مفيش فيها. هتبقي ستار، هتبقي نجمة، هتبقي نجمة كبيرة، هتبقي ستار. فكري في الموضوع. بقولك ايه، بصي الفجر هنستناكي بالعربية على السكة الزراعية، تجينا ناخدك معانا على مصر. حلو، وإذا كان البندر ما عجبكيش العربية اللي جابتك ترجعي. فكري، راجعي نفسك، هتبقي نجمه كبيره، هتبقي ممثله فوق، هتبقي ستار فوق، هتطلعي فوق، هتبقي غنيه، هيبقى معاكي فلوس كتير، هتغتني. صحيح. ايوه انا لازما ابقى اكبر نجمه سينمائيه في البلد كلها. في البلد ده ايه يا عبيط، اصحي وفوقي. انا لازم ابقى اكبر نجمه سينمائيه في مصر كلها. ايوه ويشاوروا علي ويقولوا صبحه صبحه. ايوه جيالك يا مديحه يا كامل، جيالك يا ناهد يا شريف، زيالكم وحاجاتكم في البيت كلاتكم. أرضي لو عشارة يرويها من إيمانة، عقب علينا مالا للنقل المليانة. أخصى عليك يا صابحة، اكتئب تهمليني وتنزل البندر. نسيت العشرة، نسيت الحب اللي حبته لك يا صبحة. لو اشوفك يا صبحة هقطعك حتت حتت حتت. منك لله هدور عليك في كل البلاد وحقتلك. عم كتكوت، مين؟ عم كتكوت، ايه ده؟ ايه عم كتكوت؟ ايه يا جميل، في حد بيجري هنا ورايا؟ في ايه؟ في حد بيجري ورايا؟ بص في ايه يا راجل؟ امسك اعصابك. طيب لقيت صبحة، عرفت مكانها. فين؟ في اسكندرية. اسكندرية؟ ايوه، خدت اول طيارة ونزلت في جدة عشان خاطر اروح لها هناك. جدة؟ بموه تمويه عشان العصابة اللي خطفاها. تمويه يا راجل، اجيب فلنت. ايوه بموه. المهم بعد كده نزلنا على ليبيا، خدناها سلكاوي بجو، فضلنا في الغطس بالسفينة 7 ايام. نزلنا على صحاري السيت، لقينا ابو الهول قاعد ورمسيس، قعدنا مع بعض. ده الدنيا ليلت بقى يا عم كتكوت، واخد بالك؟ ليلت ايه وصبحت ايه؟ هقول لك. انت بتقول ايه؟ هقول لك، بس اهدى بس يا عم كتكوت. يا راجل دي بنت خالتك. اهدى عرضك يا راجل. اهدى يا عم كتكوت. اهدى ايه؟ هقول لك، هحكي لك القصه. احكي يا اخويا. القصه بدات ذات مساء. مساء الفل، مساء النور حبايبي الحلوين. النهارده لقانا مع دوما. اخرب بيتك يا جدع، قول لي لقيت صبحة ولا لا؟ هقول لك. طيب يا عم كتكوت اهدى، انا في مأساة. ايه؟ مأساة، انا في تراجيديا. لا اهدى يا عم كتكوت، القصة بدأت ذات مساء. ادي النيلة على المساء والصباح يا عم، خش في الموضوع على طول. خش على الصبح على طول. خش. اخرب بيتك على بيت اللي جابوه. انا هقول صعيد عرة. اسمع بقى يا عم كتكوت، بقى عم كتكوت. ايه بقول لك؟ ايه يا عم كتكوت؟ جول. ها ايه بقى؟ بص يا عم كتكوت، امسك اعصاب. القصه بدات. عم كتكوت. ايه؟
انا لما خدت البيجو وطلعنا على صحار سيتي قعدت ادور عليها، الدنيا ضلمت تهنا، جيت اسالك ما جاتش صبحه هنا عندك يا عم كتكوت. اخرب بيتك، الله يخرب بيتك. ايه ده بس؟ ده انا جايب لك حاجه دليل جامد جدا على وجود صبحه. شايف؟ اوسخ امراه في العالم. ايه دي؟ ايه دي؟ ها؟ انا زميلة صبحة في الكباريه. زميلة صبحة في الكباريه؟ في الكباريه. هي صبحة في الكباريه؟ الكباريه عم كتكوت. انا زميلة صبحة في الكباريه. هي بترقص للزباين وانا بطفشهم. يا سلام. ومبسوطة قوي. الحمد لله ده ربنا يدخلها دلوقتي. واحد من الاخوة الاشقاء جاب لها عربية ميكروباص. ايه دي؟ انتوا جايين تتمجلطوا علي؟ اي يا وحش، ده من حبها فيك يا عمي كتكوت، مش شغلها خط الكتكات. طب اشوف يعني ايه الكلام اللي بتقوله دي؟ اي ده انا كنت عايشه هنا بتبهدلني، كنت متجوزه جزمجي وكان فاتح عليا ومهنيني، كان جايب لي اوضه وصاله، قلت له الاوضه ضيقه، قال لي امشي فيها وهي توسع. بقول لك ايه؟ ايوه يا عم كتكوت. اي اخرج. ايوه جاي. ايوه يا تليفون ما ترنش جاي. انت هتقعد ترن كده على طول؟ هترن؟ ما ترن؟ هترن ولا ها؟ والله انتهر. ايوه بنت. ايه؟ لا ايه غريبة يا بنت؟ 2 جرسونات الطاقات، 2 جرسونات، ايه المشكلة؟ عايزهم حاجة كده اوريجينال، حاجة مجنونة. ايوه اتصرف، لبسهم اي لبس غريب كده ييجوا كده عشان يخدموا عندنا. انا راجل مختلف، احب كل شيء يبقى مختلف، وكمان ايهاب ايه وايزابيلا هاني متخلفين زي هم مختلفين. ايوه يا اخي اتصرف. ثانك يو بنك مصر. مع السلامه. اعمل ايه محدش عارف يعمل حاجه من غيري. يا ربي دي مفيش فايده فيها خالص، دي هتموتني. مين دي؟ المصيبة اللي حلت على دماغي اللي اسمها صبحة هتجنني، دي جننتني خلاص. وايه يعني الجنان للجنان الوحش؟ سليم انا، ده انا لسه والله العظيم انا مش كده. لا بس خد بالك، صبحة دي لازم تعتني بيها والا الخطة تفوز وكل اللي عملناه يبقى راح. بص بقى، انا عملت كل اللي عليا، حميتها ولبستها، هتطلع ميك اب على وشها بايديا دي. بايديا دي وبعد ايه؟ حصل ايه؟ هتعرف؟ غسلت وشها. يا نهار ابيض. نعكشت شعرها. انا قطعت فستانها. ما شاء الله. لا الموضوع ده خطر، خدي بالك من صبحه والا يبقى كل اللي عملناه باظ، لازم تحاولي معاها اكتر واكتر. يا صحيح عاوزه وقت، لكن خدي بالك منها. يا بنت يا مكسوف في الرقبه يا الناس مكسوسو، ايه اتطرشتي ولا ايه؟ شوفي شيتا عايز ايه؟ ايوه يا شيتا يا صباح هانم. الشمس بالجديد ماله؟ مش نافع. ليه؟ كعبه انكسر. خرب بيتك ليه؟ شايف تالت؟ ايوه ده جزم، هي شغاله في الجزم وشغاله في وظيفتنا الدنيا. ارجوك روح شوفيها بدل ما تفضحك. يا لهوتي، انا ايه اللي جابني هنا يا ربي؟ هتخنك من السؤال الضيق ده. فين هناك وهنا؟ سبت الفرستان هناك، دخلت على الفرستان هنا. انا مش عارف ايه اللي حصل لي. خلاص ربنا يوفق الدنيا على بعضها، عملنا شويه كويسين، ربنا يفرجهم في العون اصلك يا رب. ايه الدوشه دي؟ انا ما شفتش كده. لا 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 انا مش مستحمل الهوشه اللي في القصر ده، وانا مش مستحمل الهوشه اللي فيه. انت عارف كويس قوي ان احنا عاملين ريسبسيون النهارده، عايزين ناس محترمين، عايزين كل حاجه تبقى محترمه. يا فندم اوكي، صبحه البنت دي مالها؟ صبحه دي مالها؟ صبحه يا فندم يظهر هتعوز وقت اكتر من كده. اسمع، اوعى تقول مش نافع وهتعوز وقت. البنت دي لازم تنفع، يعني تنفع، وانا لما اقول تنفع يبقى لازم تنفع. ايزابيلا فهمينا على حقيقي. يا ميمون اذا سمحت اتلحلح. اتلحلح يا ميمون. اتلحلح؟ مطلوب منك تتلحلح يا ميمون. ميمون قول لي،
طمني فيفي من ساعه ما مشينا من هناك ما رجعش لغايه دلوقتي. اطمن يا سعاده الباشا اطمن فيفي ان شاء الله انا سايب معاك الكتالوج بتاعه اي حد هيشوفه هيقرا الكتالوج هيجيبوه على طول. كويس كويس اطمن يا حبيبي ما دام الكتالوج موجود مش هيتوه. وبعدين انا دلوقتي مش في فيفي انا دلوقتي في النصيبه الكاينه البلوى المسيحه اللي قاعده فوق مش عايزه تفهم حاجه خالص في الدنيا. طب انت عايزاني اعمل ايه يا حبيبي؟ لازم بقول لك ايه ميمون اذا سمحت اندهلها وانت عشان خاطري حاول تفهمها تتكلم ازاي تتحرك ازاي شكلنا هيبقى وحش قدام الناس. يا ربي اتصرف بقى. لا 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 لبسها خروف ليه؟ انا عايز افهم بقى. يا حياتي ده مش خروف ده كنيش موديل كنيش. لا يا مدا لا ما اتفقناش على الدهوه. امال اتفقنا على ايه قوليلي؟ يا مدا يا مدا دول نزلوني في طشت واسع جعره غميق ومتسفلت. أيوة. وحموني. ايوه ده اسمه بانيو. وقلت ماشي يا مدا ماشي غطولي شعري شعر الحرير وحطولي لبس سلك فوق نفوخي وبردك قلت ماشي يا مدا ماشي تعبوني وطلعوني فوق البتاع المهبة ده بعيد عن الارض بمترين يا مدا وبردك قلت ماشي ماشي يا صبحة. وبعدين لكن يا بيع يا بيع يرضيك بعد ما لبسوني السروال القصير الضيق ده وبردك قلت ماشي رايدين يلبسوني فستان قصير طوله قد الده. يا حبيبتي يا حبيبتي حاولي تفهمي. تعالي يا صبوح. ايوه انت دلوقتي مش في الفلاحين. ايوه انت دلوقتي بقيتي في مصر صح؟ ها. انت دلوقتي بقيتي في القصر. ها. بقيتي سيدة القصر. ايوه لازم يا حبيبتي تبقي ماشيه حسب الموضه. ايوه الطبقات الراقيه كلها بتمشي حسب الموضه. ها. يعني مثلا لو الموضه السنه دي طويل نلبس الفستان طويل ومجرجر على الارض. الموضة السنة دي قصير نلبس الفستان قصير ومجرجر على فوق. المهم يا روحي تبقي ماشية حسب الموضة. يا وجع مطيرة بطيها. في ايه تينا؟ امودان حضرتك يعني ست وما فيهاش كسوف؟ لا والله ما فيهاش كسوف. طب افرض يعني يا مدام البت موضه ما لبستش حاجه واصل تجرب. البت موضه لازم تلبس صحيح تلبس قليل شويه بس لازم تلبس. حاضر. فاهمه ولا لا؟ حاضر. حاول تفهمها بقى مش معقول كده يا ايهاب. شوفي ايوه لازم تمشي حسب الموضه. ايوه ولازم يبقى عندك لياقه. إيه؟ عارفه ليه؟ النهارده يوم مهم جدا. اسمعني يعني النهارده يا بيه النهارده جاي المنتج السينمائي اللي هيكتشفك ويخليكي نجمه كبيره. صحيح النجمه اللامعه. إيه؟ في سماء الفن. إيه؟ النجمه اللامعه صبحه. صبحه ده اسم سمنه. صبحه لا احنا نسميكي صباح ايه رايك؟ حلو يا بيه اسم حلو اسم جميل. بصي بقى يا صبوحه بصي بقى يا شحروره. أيوة. احنا دلوقتي هنعتبر ان الاستاذ ايهاب. أيوة. هو المنتج السينمائي المشهور. ها. المفروض انت بتقابلي المنتج لاول مره في حياتك. ها. المفروض تسلمي عليه وترحبي بيه. أيوة. ممكن اتفرج؟ هو ده بصي هو ده الجدع البيه المنتج. الجدع البيه المنتج ارحب بيه. والله تبوها انت القدر ومش مصدقين. يلا اتفضلي اترحب بيه. سلامات سلامات يا بنت زيك وازاي؟ كتفي اتخلع كتفي اتخلع. انا اسفه يا مدام اسفه اسفه. ايه ده انت كلتيه؟ كنت برحب بيه. انت كلتي الراجل يا ماما مني؟ برحب بيه. ترحبي ايه حرام عليكي في حته. تعالي كده تعالي. انا اسفه يا مدام اسبلي. معلش عايزه اقول لك حاجه. أيوه. ايهاب ما تزعلش مني. أيوه. البنت ما تنفعش حاجه خالص. ما تنفعش والله. طب استني بقى هستنى ايه بقى؟ شوفي 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 انا عايزك تبقى رقيقه. حاضر. عايز ابتسامه عريضه. حاضر. وريني كده ابتسامه عريضه. لا دي عرض عرضين دي مش كده يا ابدا. حبيبتي اقفلي المفتوح ده كده اقفلي بقك شويه. لا افتحي يا حبه. لا افتحي فوق شويه. لا انا مش اقفلي مش عايزه اشوف سنان. ده مش بقى عايزه اشوف سنان يعني مش سنان. دي سنان دي قوالب توب. افتحي شويه. حرام عليكم يا مفتريين.
رجعت ومخاشم منكم لله. تعالي انت ست وما فيهاش كسوف. لا ما فيهاش كسوف. الست لما تقول خاشم ايه خاشم الست اللي هو ايه بالظبط يعني؟ خاشم الست يعني عندها خياشيم بتتنفس زي السمك ولا مش ايه؟ مش سمك خشمها إيه؟ يعني بقها جرالك ايه؟ بقها اسمه خاشم. اسمعي اسمعي الابتسامة هتيجي بعدين على مهلها. تعالي. حاضر. تعالي. حاضر يا بيه. تعالي. حاضر. اهم حاجة ايوه حسن اللقاء. حاضر. يعني شوفي لما تروحي تسلمي على حد تسلمي ازاي، ولما حد يجي يسلم عليك يسلم ازاي. حاضر. انا عايزاك تبصي لي كويس قوي. بسلم على مدام شوفي انا انتي انا انتي زي ما حامل تعملي. بصي اوكي اهو مدام من دي جنديل من دي من مكسوف الرقبة دي اللي انا هبص يدي على اخر الزمن. يا بيه يا بيه حرام عليك يا بيه، انا عمري ما اتذليت واصل وبتذليتي ايه وبتذليتي يدين حد ده. انت عبوس ايده بتشحتي ده، انت بتبوس ايده يا بنت الناس افهمي يا بنت الناس قدري يا حبيبتي، هو اللي هيبوس ايدك مش انت اللي هتبوسي ايده. ايوه فهمت يا مدام اسبيلا. اسمي ايزابيلا. ايه اسبيلا ده؟ ايه الحاجات الفظيعه اللي انا بسمعها؟ تعالي هنا اهو. فهمتي؟ فهمتي؟ يعني هو اللي هيبوس ايدك مش انت اللي هتبوسي ايده. خلاص فهمت. فهمتي؟ فهمت والله. طب ممكن بقى اتعلمها حاجه ثانيه؟ احسن دي مش صالحه في اي حاجه خالص. انا اسف. لا يعني ممكن. بصي بصي هتتعبني. انا هعلمك المشي. حاضر. هعلمك ايه؟ المشي. بنات الطبقه الراقيه بيمشوا زي الديفيليه زي عرض الازياء. بيمشوا مفككين من بعض كده. تلاقيهم بصين في حركه زي ماشيين كده. مش ايه بس هو كده المشي. لا وما تمشيش اي مشي. لازم تقولي كلام. تقولي ايه؟ انا ماشيه بخفه ودلع. أيوة. الدنيا هي الشمس واحنا الجدع. أيوة. وعجبي. خدت بالك من الفرمله دي؟ اهو احنا عايزين. يلا هاني هاني حبشي بخفي ودلع. الدنيا هي الشاب وانتي الجدع. انتي الجدع انتي الفزع انت الهلع. معلش يا حبيبي دي ايه دي ايه؟ انا عايز اقول لك على حاجه ربنا يخليك. لما يجي المنتج السينمائي البت دي تقابله مفيش داعي لا تكلمه ولا تمشي ولا تتحرك ولا تسلم عليه ولا تعمل اي حاجه. يعني ندخلها له على كرسي بعجل ولا نعمل ايه يعني؟ ما هو لازم تشوف حل. يعني ندخلها له على عكازين ولا نعمل ازاي؟ مش عارفه يا هاب. بس ندخلها له زحفه على بطنها زي التعابين ولا نعمل ايه؟ برضه ما ينفعش يا حبيبي. مش نافعه. مش نافعه. في حل تاني عندك؟ طيب بلاش كلام وبلاش مشي. طب تعمل ايه؟ بص هسألك سؤال. ايوه. اللي تعرفيه قولي بعرفه، اللي ما تعرفهوش هاخدك على حنطور عينك لو قلت بعرفه. تعرفي تغني؟ ايه؟ ايوه يا سعادة البيه بعرف بغني حتى بالأمارة. عندنا في بلدنا كل بنات البلد بيقعدوا مخصوص علشان يسمعوني وانا بغني. طيب طب تعالى بقى انا ومدام ايزابيلا هنبقى السميعه بتوعي. شوف انا جايه لك مخصوص بقى. يعني انا عايزه اسمع واندمج. يلا اتفضلي غني. غني. اما نعيم احنا عمال خلى عليه واتكلم. انا جايله لابويا مشرط عليه سرير وطلعت مرجع عليه. اما نعيم احنا عمال خلى عليه واتكلم. انا جايله لابويا مشرط عليه. هو عليه وهيكلمك كده؟ هيرد على اهلك كده بالطريقه دي؟ ده عليه وهيضربك بالجزمه. معلش يا حبيبي ما تزعلش. وبتوسطي اما نعيمه؟ اما انا بتوسط في 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 مصيبه زيك ازاي؟ معلش لا ما تعملش نفسك. ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ شلت يدي جوز اتشل. جوز اتشل بسبب غناكي. معقوله؟ معلش يا حبيبي الغنى ده مش فالح. نخليها تغني اغاني تانية. ممكن تغني غنوه خفيفه الحاجات الكاجوال بتاعت اليومين دول كده. هتقدري؟ يبقى ان شاء الله مش هنسمع حاجه. ده كيف عندي يا مدع؟ كيف عندي في بلدنا اقعد جنب الراديو واسمع. انا عايز اسمع اغاني كاجوال بصراحه. ارجوكي حاولي تعملي حاجه صح. احنا قاعدين صورنا العشره شمعه عشانك. الست دي بقد بالك الكتف ده زاد والكتف ده لحمه. قصدي الكتف ده ميه مش كده؟ حاضر. اتفضلي اتفضلي سمعيني. حاضر.
كدام مغرور ما اقدرش على كيدي بيليف ويدور وبيخلع قلبيني كدام مغرور ما اقدرش على كيدي ان شاء الله يتخلع لحمك ويدور ويسهر ويخلع رجلك من تحت والله نور والله نور والله نور جوزة عمى جوزة عمى بسببك انا راجل مش شايف النور يا انا اسف يا مدام معلش الغنوة دي جبتيها منين يا مدام يعني هي بتاعتي دي غنوة محمد فؤاد محمد فؤاد هيقول كذاب مخروم مين اتخرم ده هرسون على سنينك السودة لا هو مش بيقول كده بس هي الغنوة مش حلوة طلع من بقايا مخروم والله خليك يا مطرحك بقى حاضر. اعمل انا ايه دلوقتي حاضر. يعني تعالي قولي قولي انا اعمل ايه تعالي 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 نحاول اخر محاولة احاول انا اعرف ان مفيش بنت بتنزل من بطن امها ما بتعرفش ترقص وبعدين يعني. كل واحدة بقى بتشق طريقها ايوه اللي تخيب وتخش الجامعة اللي تخيب واللي تفلح وتبقى رقاصة فاحنا ايه نشوف الموضوع ده طب شوف يمكن تفلح تعرفي ترقص ما تقوليش اهي قالت تعرفي ايوه يا باي ايوه صدقني حتى بالعوره ما فيش فرح بيتم في بلدنا غير لما يجيبوني مخصوص علشان ارقص ويتفرج على رقصي طيب انا عايز اقول لك مش الرقص اللي عندكم اللي هترقص يعني مش اللي هو كده ده لا ده ما فيش كده خلاص خلاص راقي الرقص راقي الرقص راقي ثانيه خالص تعالى يا هاب انا هوريكي انا ومدام ايزابيلا الرقص يبقى ازاي هطلبها للرقص وهتقوم وهنشوف هنرقص زي ما سبق قلت لك يا حبيبتي بصي لي انا انت اللي انا هعمله تعملي بالملي عايزين مزيك يا حبيبتي اتفضل أوكي اتفضل مزيك. اوكي يا ميمون ميمون تحت امرك يا فندم من فضلك يا ميمون انا عايزه لايت ميوزك اسف يا فندم انا ما عنديش غير لايت ميوزك امال احنا بنقول ايه يعني مش فاهم يا بني ادم خليك واعي للي بقوله بقول لك انا عايزه لايت ميوزك انت حره يا فندم انا ممكن اعمل لك لايت ميوزك انا عايز اخدمك وانزل لايت ميوزك يا ابني هات دايت ميوزك عشان عايز اتخس يلا خلصني خلاص خلصني عايزه لايت ميوزك اوكي يلا لو سمحت والله العظيم ثلاثة لايت ميوزك انا واقفه اصلا ريفرنس بصي اهي من بعيد يبقى فالس من قريب يبقى هالس عشان عارفه يعني يلا ممكن تتفضل تقعد مكانك يا حبيبي من فضلك يا ميمون انا عايزه اتفرج على الرقصه دي يلا انت وهي يلا يلا يا فندم انا اخاف تبقى هي تبقى كده شوف يا شوف يا ميمون عشان تبقى فاهم يعني لان هو بص لو ما كانش فيه يبقى ما فيش ايه اتفضل يا فندم مش هنختلف اتفضل ارقص مش هنختلف يا فندم هرقص اوردر الاختلاف في الراي لا يفسد للهز غزيه يلا اتفضل غزيه ايه للهز قضيه خلصني وارقص لايت ميوزك لو سمحت والله العظيم ثلاثه لايت ميوزك عايزه ظبط زوايا يا فندم زوايا ايه بص انا عندي اخوات بنات اكلوا صاله انت بتعملي ايه اخذ الخرق وني كده ني ايه انت 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 بترقصي ولا دي مصارعه المحترفين انا مش فاهم انا مش فاهمه الا انا شفته قدامي دلوقتي ده اسمه رقص استنوا عشان
في حاجه راس الخيل راس الخيل لا لا ده مش خيل امال ايه انا بشبه لا سيبوني بشبه على الرقصه دي انا بشبه في حاجه بتسقط مدام حاجه بتسقط في الارض صح مدام في ايه بقى الحاجين يا مدام انت عايزه ايه عشان افهم حضرتك ستي يعني وبس دي نفاش كسوف نفاش كسوف قولي لي مالك عايزه يخرب بيتك يخرب بيتك وانا لسه غاسله السجاجي يلا امشي يلا اقعد هناك هناك خلصيني تعالى اقعد 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 هي ايه دي اللي فكره فكره يا فندم مزنوقه يعني اي يجي الراجل اللي هنجيبه ده نزنقها وتشتغل على طول اقعد اقعد ما ينفعش الكلام الفارغ اقعد قول لنا هنتصرف ازاي كلام فارغ اقعد عطم الظهر معلش اقعد استريح وقول لنا هنتصرف ازاي يا فندم احنا نلصمها إيه؟ يعني ايه نلصمها نليسها يعني ايه نليسها جنب الكوع يا فندم ونديها يا ابني انسى ان انت سباك ودوكوا اتفضل قول نعمل ايه يا فندم احنا مش جايبينها علشان نصورها مع راجل في وضع مش ولا بد يعني يا فندم احنا نصورها يا فندم وبعدين نطردها وقبل ما توصل لبيتها تكون الصور سبقاها لجوزها كويس جوزها يعمل ايه جوزها ده هيقتلها بالفاس هايل يا فندم هي في المستشفى وهو في السجن واحنا جوه وهو بره برافو عليك كده قوم 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 يلا بالسلامه بقى قوم قوم يا حبيبي الاختلاف في الراي لا يفسد للرز ملوخيه اوعى من قدامي لا يا فندم الاختلاف في الاكل لا يفسد للوز الصينيه برافو عليك وز ايه الصينيه ايه انا ده محامي جاي من انهي فرن ده دلوقتي انا خلاص دماغي شاطت من البنت دي طبعا هروح احط فوطه على دماغي جايز تهبط الضرب يس يلا يا حبيبي يلا ربنا معاك تعالى هنا يا بني ادم يا فضحني يا واكسني لا بس ايه يا مفرج الخلق عليا يخرب بيت بوزك يخرب بيت بوزك اللي بتموته ده يا بني ادم أيوة. انا دلوقتي عايزه الكاميرا تكون كده ايوه مصور كده كده عايزه شويه صور تتاخد للهانم هي والاستاذ أيوة. المنتج السينمائي أيوة. جوزها يشوفهم من هنا يجي له ارتفاع في الضغط يجي له انسداد في الشرايين أيوة. عايزه الراجل يتجنن يمسكها يخلص عليها ايوه اوكي, أوكي لو ما حصلتش الصور دي انت حر اطمني يا هانم كتكوت لازم يقع في المصيبه دي اخر فرصه بالنسبه لك طبعا. يلا يا حبيبي على بال منزل اشوف الزباين اللي قاعدين لنا طب مين يا اخي مساء الخير يا عمر يا حفل يقول لي سلام يا ابني لا تقع في البحر تعالى ازيك يا ترى ميمون ايه ده ايه ازيك يا ترى ميمون انا ما اعرفكش انت في ايه لف كده في حاجه مش صح سامحها قول كده تاني ازيك يا ترى ميمون مش عارفني ولا ايه بص بقول لك ايه عايز تتكلم ما تجيبش حد يتكلم معاك اتكلم انت بنفسك ها في ايه بس انت مين بيتكلم يا ترى ميمون احنا مش عرفنا ولا ايه يا اخي ده اعرفك تعال انا بتاع الترام تعال بقى انا عشان انا عايزك موضوع تعال تعال هجيبها خالص تعال بقى شوف الموضوع يا عم كتكوت يا عم كتكوت يلا بقى عمال تقول لي يلا نتركر عشان نشوف صفحه عم كتكوت خلاص انا المصري كريم ابو ناصر كل مصري ينادي ياما ده عم كتكوت في ايه عم كتكوت احم دوره الميه جنبنا ولا انت دخلت كده ليه ابدا اصل المواصلات صعبه انت جاي منين جاي من وادي الملوك انت بتهزر معايا يا ابني فين الراجل اللي معاك تاني فين كده محشور في مقبره اوزوريس اوزوريس ايه انا طالب اتنين جمالين طالب اتنين جرسونات فين اللي في المطعم في التاهو في جبال التيه تيه في جاي ولا انا شفتك قبل كده شكلك سحنتك دي انا شفتها ايوه السحنه دي الفتحه اللي بتفتح شمال دي ايوه انا عارفها لا شفني فين يعني متر ميمون يعني ما ميمون انت عارفني اهو ايه عارفني عرفتني مين الفراشين اللي بره بعت لقيت واحد قاعد لابس زنبيل خبطت على الزنبيل خرجني قال لي عايز ايه قلت له عايز اعرف مين المسؤول عن الحفله هنا قال لي المتر ميمون صح صح حلو قوي لا انا كل الناس اللي راكبه الزنابيل عارفاني طبعا ايوه زنبيل يعني ايه زنبيل 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 اربعه راكب هايل نعم انا مش عارف برضه متاكد ان انا شفتك انا ما بنساش حد ما هتنسى ايه بس هعرفك يعني هعرفك انا تحت امرك هعرفك انا تحت امرك بسرعه لما يجي الولد زميلك ده خليه يكلمني على طول لا تحت امرك بتعرف تخدم في المكان ولا لا انا اخدم على اللي شددولك طيب خلاص خدم بس ما تجيش على شددولي تحت امرك يلا بسرعه شوف شغلك تحت امرك يا فندم يلا شوف شغلي حامل ايه
هعمل ايه يا عم كتكوت؟ كل مصري ينادي ياما. انت ايه ده؟ في عفاريت هنا كمان ولا ايه؟ انا هو ايه ده؟ يلا تعالى ورايا. نعم؟ تعالى ورايا. اجي وراكي؟ ايوه. ليه؟ ليه ايه؟ خير. تعالى ورايا على البار يلا. على الباط؟ يعني اجي وراك على الباط ازاي يعني؟ مش فاهم. على البار ما بتسمعش؟ البار هلعب حديد صح؟ لا مش تلعب حديد. امال ايه؟ هتشيل صينيه وتقدمها للمعازيم. يا فندم ده انا اشيل صينيه واحط سعادتك في قلب الصينيه وامشي ادلع بيك وانا ماشي ماشي القلل. تحت امرك يا فندم. تحت امرك ما شاء الله. هو الزيتون طلع امتى؟ لا 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 ارجوك ارجوك يا ميمون. ايوه يا فندم. شوف لي حل. خلصني من بنتي دي بقى. خلاص خلاص. بقول لك ايه؟ تحتمر. انا عندي فكره. تحتمر. بدل ما نعمل لها صور ونبعتها لجوزها احنا نعمل لها شريط فيديو احسن. ايوه يا فندم فعلا. ايوه بنشغله على السايق. سايق ايه؟ بنشغله على السايق ازاي؟ يا فندم ما عندوش فيديو. مفيش كهرباء. لا يا فندم ما عندوش كهرباء بس ما عندوش فيديو. ما عندوش فيديو. أيوة. طيب ارجوك خلصني بقى انا الموضوع ده خلاص. وبعدين الراجل ده محظوظ. الراجل ده محظوظ عنده فدانين على النيل مش على ترعة. اعمل ايه؟ احنا نيله بحظينا الهباب. احنا ما عندناش حاجه. بس طب انا عايز انتهي من الموضوع ده النهارده. النهارده يا فندم كل شيء هيتم. اتفقت مع الراجل اللي هنعمله منتج؟ في واحد وقت عليه هعمله منتج. طيب ماشي خلاص. هاي. ايوه حاجه ساعه بيرس. إيه؟ ايوه حاجه ساعه. ايوه حاجه ساعه. ايه يا ابني احنا في الاستاد هنا في ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده منخرع؟ لا يا فندم ده منخرع. منخرع ايه؟ منخرع ايه؟ ايه السبوره اللي انت عاملها في وشك دي؟ ده فندم الجرسون. جرسون فرعوني. جرسون. برافو عليك. برافو عليك يا ميمون. هايل. ايه رايك؟ ايه ده؟ انت كاتب ايه؟ انف دقن مص... اصل دقن عشان ما لقيتش شعر. بس كاتبها كتابه يعني. فكره هايله هايله. اوريجينال. تمام. حاجه ما حصلتش. جرسون فرعوني فكره جديده. مش كده؟ جديده. كفايه بقى. كفايه بقى. ايه الكلام الفاضي ده؟ اما انت تتريقوا عليا من الصبح. ايه ولد؟ ايه ولا الله هتتكلم؟ انت فرعوني بس هشتكيكوا للكاهن. انت الكاهن مين يا ولد؟ تركز معاك. ده الكبير بتاعنا. ده الكبير. ده كبير قوي. احترم نفسك بقى قدام مولاي يا الامير. ان لي اسره. اسره؟ اني اسره؟ اسره السادسه. بتاعت ابو الحطب. تحت امرك يا مولاي. انت ساكن فين يالا؟ واخد مقبره بمنافعها كده. ما شاء الله ما شاء الله. هاي هاي. ايه يا حياتي؟ تحت امرك. انت مالك واقف كده ليه؟ انا كنت عايز أم... ايه الشماعه الفرعوني دي؟ شماعه فرعوني و انا الريحه دي شمتها فين قبل كده؟ انت ريحتك وحشه. انت يا فرعون ريحتك وحشه. اعمل ايه؟ ايه ولا ايه ولا ما ولا ولا ما تجننتش امي. ادي عرسه اهي. انت ريحتك وحشه. مفيش ريحه وحشه. يمكن علشان انت فرعون يكون دي ريحه التحنيط. تحنيط؟ بيحنطوك ولا حاجه؟ هكون واخد تصريح دفن بيومين مثلا وخارج. انت مين؟ انا عايز اعرف. انا تحت امر مولاتي كليوباترا. انا سوبر. امر مولاتي سوبر. مولاي الامير موتسيان يؤمر بحاجه؟ الله العظيم احط لك فلتر. امشي يلا هناك يلا. يا شباب في عمود ناقص هنا. اقف مكانك. يلا خلصني انت وفهمني. أيوة. عملت ايه في موضوع البنت؟ كل شيء تمام يا فندم. ومجهز لك انا المصور والمنتج اللي هيعمل معاها الدور. طيب خلاص. هي مين دي؟ مين دي؟ دي صبحة. ولا هي كلا. تعال تعال تعال. عايزك تعال تعال تعال. يا ابني يا ابني هتقع السواح. ايه اقف ايه ده؟ ايه ده؟ هات كاس. مش هتقدر عليه ده يا عم. روح ابني. هتقدر يا عم؟ روح. هتعمل لي بقى فرعون بقى وبتاع؟ مش هتقدر. احنا الفراعنه الاصل. احنا بنشرب الجعه. الايه؟ الجعه في الاحتفالات. لا مش هتقدر طبعا. طب هات بس. ماشي انت حر. هات بس. ايه ده؟ ايه ده؟ يا مناخير السد. ايه يا النوع ده جامد قوي؟ ايه في ايه في ايه مالها يعني؟ ايه نوع جامد قوي قوي قوي؟ ايه ده نوعه؟ ايه ده؟ ده عرق صباع الكاهن. نعم؟ يعني ساب الكاهن. الكاهن سابه كله. مبدأ عرق صباع الكاهن وكوه. يا هالكلام
ريحة الكالو. بتاخدوا الكلالي؟ اه تخمروها؟ ده حيب قوي. لا يا عم خد، لو انت جالها بقى اشرب من النوع ده. لا بقى وريني عم تعمل ايه. امشي. اه اه لا مش بدي. ايه الله ده بيدردع. اي شفت؟ شفت؟ ما انتش قده. في ايه؟ ما انتش قده. ليه مش قده؟ ليه ايه ده يعني؟ مش الكائن لما بيروح الموكب بيبقى راكب جحش؟ اه ده عرق صباع الجحش. فصحة صباع الجحش. لا ده مش طبيعي. اسمع بقى، اسمع انا اتكلم في الجد بقى. اتكلم في الجد بقى. شوف يا احمس. ايوه. دلوقتي الهكسوس على الحدود. اه واحنا مش هنسيبهم كده بصراحه. لا هنسيبهم ازاي؟ فانا عايزك تركب العجله الحربيه ام 3 بتاعتك. اجر ربع ساعه. اجر ربع ساعه وتاخر شويه. اجر ربع ساعه عجله حربيه كده. اه عجله حربيه عند عم شهيد. من عند لا من عند امال ايه؟ لا من عند راح. من عند راح. اله البرجاز. ايوه اله البرجاز. ايوه يروح لعمك راح. واخد بالك؟ قول له دي لترين جاز. ايوه وتاخد منه العجله الحربيه. وتطلع تطرد الهكسوس بس وانت ماشي تقول دقوا طبول الحرب. دقوا طبول الحرب. الله حبيبي. انت ايه ده؟ انت عايز ايه الراجل؟ انت جبته منين ده الفرعون ده؟ جبت ده يا فندم انا جايبه. احنا هنفضل واقفين كده؟ مش ممكن يا حياتي. حضرتك انا قلقانه. لا 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 ما تقلقيش. لا ممكن يبقى الوقت الحرب. لا 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 هبوظ حاجه. انت يا فندم انا مش عايزاك تشرب اي صوابع خالص ولا صباع كاهن ولا جحش ولا حاجه. حسب شرابات بعد كده. شرابات ايه ده حضرتك؟ انا مش حابب الناس. انا مطمن ليك يا ميمون. خلي بالك. لا طمن يا فندم. شوف الزبيح هتجنن امي. يا عم عد بالعرس بقى اللي قاعده في جزمتك دي. يا عم كتوت. عم يا عم ارحمني بقى يا عم كتوت. كل مصري ينادي يا ماما. يا كل دي نسويا. ايه النسوين دي كلها؟ انت رافع الجلابيه كده ليه؟ انت بتعدي من ترعه؟ الموضه حمار. موضه ايه بس يا عم كتكوت؟ موضه فوق الركبه. فوق الركبه؟ ايوه. تعملها فوق العصبه. لما انا ركبتي واطيه. ايه دي؟ ايه؟ ارجسوس. لا ده مش ده. اشرب كده هيعجبك قوي. ايه رايك؟ الله يجرفك. ايه؟ كده ولا؟ ايه؟ تشرب سبيرتو؟ ده حلو ده. اخص عليك. ده حلو ده كده. هتروح النار. لا مش هروح النار مش عايز انا. ايه اللي انت عامله في وشك ده؟ ايه؟ ايه دي؟ ده الخريطة بتاعت الأماكن اللي أنا كنت رحت فيها. احنا ناقصين نكت. طب أعمل إيه طيب أروح؟ عمالين ينكتوا على الصعايدة بقميصكوا. تخص عليك. ماشي يا عم كتكوت. تشرب حمرة. ورايا. لقيت صبحة. مش لاقيها. مش هتلاقي. بقول لك ايه؟ دورت عليها وسط النسوين مش لاقيها. طنش بقى هنا في شويه نسوان حلوين قوي. بلا صبحه بلا بيته. ازاي؟ يعني ركز في الحليب اللي اتفضل. بص انا عايز اشوف صبح. ارنب جاي اهو. استلم بقى. ايه دي؟ نو الوليه مركبه زعافه. ايه دي؟ نو 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 نو. بقول لك ايه يا مدام؟ بقول لك ايه؟ لغيها لغيها لغيها. كيف؟ لها اي حاجة. هو انا شايف لها شكل؟ نو في ايه؟ اعمل اي حاجة. ما لا اي حاجة. ما ايه؟ ما اعمل اي حاجة. ما نو ما اي ايكا. ايه دي؟ انت يا حبيبتي انا سوينا جميل حلاوة في الزيتون. ايوه اللي جايبك هنا. نو ايوه. شوف ما شاء الله ما شاء الله. عم كتكوت ما شاء الله. سيبني بقى الطلعه دي انا بقى. ضحكت لي الف. هو يعني ضحكت لك يا في ايه؟ اسمحي لي بالرقصه دي يا مدام. نو انسه انسه. سيب لي بقى الطلعه دي. بقول لك طلعت انسه. سيب لي الطلعه دي بقى. خش عليها. خش. ايه دي؟ Do you speak English? No. I am donkey. تكنيلي. I am donkey and the table beautiful and the ترابيزة. تسمحي لي يا هانم ألغيكي من لغية القطط؟ No. إيه الحلاوة دي؟ شايف الحريم يا عم كتكوت؟ شايف الحريم مش صبحة؟ أيوه بس أنت حمار مش عارف تلاقيه. أدي الملاغية بالحريم أهو تقفلها تقعدها في قلب الباب ما تخرجش منه خالص دي. أيوه ولا تدخل حمام ولا غيره. زي القشطة بس حزينة. ها؟ ولابسة أسود. ها طب ليه بقى لابسة أسود؟ حزينة حزينة الشربيني. شفت بقى؟ نعم.
خش لغيها يا عم كتكوت. يا كل اللي عندها نار. خش لغيها. ياس. لغيها من لغية الكلاب. بتجيبي قطة. ايه دي؟ ايه دي النسوان اتجننت ولا ايه؟ زيتون كرماطة. ايه ده في ايه؟ زيتون كرماطة كمان. كرماطة ايه؟ كرماطة. تعالى بقول لك ايه؟ عاوزين ندور على صفحة. هندور عليها، تعالى نقف نعمل عمل. ندور عليها، انت عملت يا روح كده وكده. ما انا هقول لك، ما انا مش فاهم حاجة، انا عمال اشرب ومش فاهم حاجة، بعمل ايه؟ احنا نقف هنا عمودين؟ يا جدع دي بنت خالتك هيرضك. ما تولع عرضي ولا طول، انا لا لا انا. الله يخرب بيتك. طب نقف عمودين، هنعرف كل حاجة، نعمل نفسنا عمودين كده اهو. ماشي؟ يلا بينا يا عم جنب. يلا تعالى بس. انا غلطان اني سمعت كلامك. يلا اقف عمودين. ايه ده؟ انا حاسه اني ماشيه في الاقصر. ايه ده؟ هل ده طريق الكباش ولا ايه؟ مش فاهم. انا مش عارفه ايه المسله اللي ورايا دي. ايه ده؟ يا فندم دول اسبتين بس ان شاء الله يا ياسر باذن الله. خلاص فين؟ ايه باذن؟ في ايه؟ انا عايز افهم ايه دول؟ تعالى يا هبه. لله. تعالى يا حبيبي. حجر لله. يلا يلا. بيشحت حجر. ايوه. يلا يلا لو سمحت والله العظيم ثلاثة، اتفضل سيادتك هناك. يلا يلا. تعالى. ضيوف ضيوف. شوفوا الحاجات. اجروا. تعالى دلوقتي سيبك من الناس. ايوه انا دلوقتي عايز اعرف الراجل المنتج السينمائي وصل. ايوه وصل. ايوه يا فندم وصل. ممكن يتفضل عشان اعرف؟ تفضل يا جماعه. اتفضل يا هولي. حاضر اتفضل. تعال تعال. كويس انك جيت، كويس جيت. تعال يا حبيبي. ايه ده؟ هو ده بتاع الفراوله؟ ده جاب لنا منتج من مراقبه الاطفال. يا دوب اسمع، انت محترم جدا، شيك جدا، منتج سينمائي مشهور. انا عايز احس انك انت بتعمل الموقف مظبوط. صح؟ اه اوكي. وانا دلوقتي حنده على البنت وهنبتدي نعمل الاستعراض. انا عايزه كل حاجه تبقى جاهزه اثناء الاستعراض، الكاميرات، الصور تتلقط. تصحى معايا لاول مره في حياتي بقول لك اصحى. خلاص هخش اقدمها عن اذنك. اتفضلي. جاهزه؟ ايوه. طيب اوكي، المصور وصل. ايوه. والان نقدم لكم المطرب الشعبي رمضان العربي مع الراقصة سما. تفضل. استنى 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 انا واحد وانت واحد.
رمضان ادينا شويه روك ادينا شويه روك بقى يا ايوه 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 يا رمضان تعال كده هارد لك هارد لك مين يا رمضان بالسلامه نورتنا خالص نورتنا وقلتنا سلامه تعال تعالي تعالي دلوقتي زي ما حفظتك مدام ايزابيلا المشهد التمثيلي مع الاستاذ المنتج عشان يتاكد من تمثيلي كل الكلام يتقال بالملي بالملي وما تنسيش الحضن ها همثل يلا اتفضل يا استاذ يلا فوق الكاميرا اجهز يلا صور همثل يلا بحبك 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 كلمة بقى على سنين عايز اقولها لك لكن ما كانش عندي الشجاعة الكافية اني اقولها اللي ملوش اهل الحكومة اهلة يا براهيم صفحة يا لهوي اكدي يا صفحة اكدي تعمليني عشان تشتغلي رقاصة سامحني جبتي لي العار سامحني اسامحك كيف يعني حطوني سامحني قدامي سامحني قدامي هيل قتلها يلا ده كتكوت كتكوت وقتلها البوليس موجود موجود وزمان عرض عليه او كده تبقى الارض دلوقتي بقت بتاعتنا هو شر على الخير عم كتكوت قتل صفحة مراته وخد مؤبد وراحت الارض يا بابا دي حكاية غريبة قوي بس لازم يجي يوم الخير ينتصر لازم شفت بقى نسيتني ازاي واحد قابلني واداني ورقة دي ونسيت اديها لك خالص ورقة ايه منين الورقة دي يا دي ورقة من لومان تورا واحد محكوم عليه بالإعدام وعايز يقابلني قبل تنفيذ الحكم طب يا ترى عايز يقابلني ليه يلا ايه رأيك يا نيفين يا بنتي توصلين النومان بعربيتك الجديدة يا سلام يا سي بابا يعني اول مشوار اعمله بالعربية الجديدة ومرحب بيه النومان يلا يا ستي بقى امرك لله ما هو بنت الوز عوام يلا بينا معقول اللي انا شايفه ده ايهاب ايه ايوه بس المرة دي المظلوم مش الظالم لكن ياما ظلمت ياما افتريت على مخاليق ربنا ولا نسيت عم كتكوت كانت فكرة ايزابيلا وهي اللي نفذت لكن بعلمك واللي يسكت على جريمة يبقى شريك فيها وفلتتوا انتوا الاتنين ما فلتناش ايزابيلا ماتت عارف ماتت من سنتين في القرية السياحية اللي بنيتوها في أرض عم كتكوت مسكينة يمهل ولا يهمل انت ايه حكايتك انت جاي تشمت فيا ولا ايه انا لو اعرف ان انت اللي هنا ما كنتش جيت من اصله عندك حق انت عندك حق بس المرة دي انا مظلوم ميمون سرق المسدس وقتل الراجل عشان انا تلبس لي القضية خاين خاين بطبعه يا ايهاب بيه ايوه عندك حق لكن يا ترى انا عايز اعرف انت ليه اخترت تقابلني انا بالذات قبل تنفيذ الحكم معاك حق تسال سؤال زي ده طول عمري بكرهك طول عمرك عدوي بس في نفس الوقت طول عمري بعترف ان انت راجل شريف عمرك ما ضعفت قصاد اغراءاتي وفلوسي عمرك ما قبلت تهديدي ونفوذي الفلوس مش كل حاجة لا الفلوس تقدر تشتري كل حاجة إلا الضمير حتى الضمير بص حواليك شوف الدنيا بقت عاملة ازاي كله بيجري ورا الفلوس كله عايز فلوس الناس بتقطع بعضها علشان الفلوس
الاب بيقتل ابنه والابن بيقتل ابوه والام بتطرد عيالها والولاد بيطردوا امهم، كل ده علشان الفلوس. ايوه علشان الفلوس. انا اتولدت فقير، اتولدت غلبان بايس، شفت الدنيا حواليا كل الناس معاهم وانا بس اللي ما معيش. قلت في نفسي لا لازم اطلع فوق اقب على وش الدنيا، لازم يبقى معايا، لازم يبقى معايا وادوس برجلي اي حد يعترضني. وبقيت عبد للمال، وهمت نفسك ان الفلوس هي القوه والقدره، ونسيت ان القدره لله، وانك هيجي يوم تقف قدام ربنا ودفعك هيبقى باطل لانه مبني على باطل. اسمع الحكايه دي. زمان كان في ملك اسمه أخاب، ملك غني عنده قصور وأطيان ملهاش حصر. يوم شاف حتة أرض صغيرة عجبته، الأرض دي كانت بتاعت فلاح فقير اسمه نابون، قال له بيع لي أرضك أو خد بدلها أي حتة أرض تانية تعجبك. الفلاح رفض. قال له إزاي أبيع لك ميراث أجدادي؟ رفض زي ما عم كتكوت رفض. الملك أخاب اكتئب وحزن واغتم وما بقاش عارف يعمل ايه. مرات الملك اتفقت مع اتنين يشهدوا زور على الفلاح، ونصبوا له محكمة ولفقوا له تهمة، وكان عقوبته الرجم حتى الموت. وخدوا أرضه وماتت إيزابيل في نفس المكان اللي اتقتل فيه الفلاح الفقير. إيزابيل تبقى الملكة مرات الملك أخاب. أخاب وإيزابيلا ونابوت يبقى كتكوت، والتاريخ بيعيد نفسه وحيفضل يعيد نفسه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أخاب مات بس قبل ما يموت تاب وندم على غلطته، ولما مات ما خدش حاجة معاه، مات في نفس المكان اللي اتقتل فيه نابوت. فهمت يا إيهاب؟ قصدك أخاب. يا ريتك تبقى زي أخاب اللي تاب وندم على غلطته. وانت رأيك ايه؟ استغفر ربك واطلب العفو منه. ازاي؟ ده انا خلاص محكوم علينا بالإعدام وهيتنفذ الحكم. ربنا بيقبل التوبة في اي وقت. يعني ممكن؟ طبعا ممكن، بس انا خايف. مع كل سطوتي وجبروتي كنت دايما ببقى خايف، كنت دايما بقول يا نجم نورك ليه كده بيرتجف؟ هو انت قنديل زيت او تختلف؟ انا نجم عالي، بس عالي قوي، وكل ما انظر تحت اخاف اتحدف. انا خايف. ما تخافش، ربنا رحمته واسعه وملهاش حدود. 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 تفتكر بقى دلوقتي يا بابا تقدر تضم الملف ده لملف القضايا الناجحه؟ تفتكري كده؟ ايوه طبعا، الدرس وتعلمته. يا ريت البشر كلهم يتعلموه ويعلموه لاولادهم واولاد ولادهم، ونعيش كلنا في محبه وسلام، وتبقى ايدينا في ايدين بعض علشان نحقق كل الاحلام. المحاكم هتقفل وهيتخرب بيتنا ويقولوا علينا السلام.